بحضراتكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد وحلقة جديدة من هنا العاصمة. أنا لما جبريل هكون مع حضراتكم على مدار هذه الحلقة. خلوني قبل ما نبدأ في أهم وأبرز الأخبار أدي حضراتكم فكرة بسيطة كده عن الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة. أو فقرة عن الأكل وأكل بشكل مختلف. يعني دايما المصريين إحنا عندنا شكوك حول مسألة إحنا بناكل إيه، شكل الاكل اللي احنا بناكله ايه. على طول بنسمع عن خضار مرشوش، عن فاكهه مرشوشه، عن مبيدات، عن يعني ده في اذهاننا الحقيقه على طول، ومش من فتره قريبه، يعني من فتره طويله جدا. هل بضروره الحال ان المبيدات دي غلط؟ يعني طبيعي انه العالم كله بيستخدم في الزراعه باشكال مختلفه من المبيدات ومن الرش، بس يعني هل اقتناعنا ومفهومنا انه اي حاجه مرشوشه غلط، يعني هل ده حقيقي؟ هل ده في اي شيء من الصحه؟ مسألة تانية ليها علاقة بالدواجن واللحوم المجمدة. دايما لما نلاقي حاجة في السوبر ماركت أو أي مكان بنشتري دواجن ولحوم مجمدة بأسعار مخفضة نقول بس دي منتهية الصلاحية، أكيد أكيد فيها حاجة غلط. طب هل ده برضو بطبيعة الحال أو بالضرورة صح؟ يعني هل كل ما تشوف حاجة مستوردة بقى أو محلية، هل كل ما تشوف حاجة مجمدة إذا كانت لحوم، فراخ، أي حاجة في التلاجة بتاعت السوبر ماركت يعني عليها تخفيض، هل لازم يبقى فيها مشكلة؟ من النقط دي اللي أنا بحاول أتكلم فيها مع حضراتكم. الحقيقة حبينا نفتح الملف ده مع المسؤولين. إحنا بناكل إيه؟ ماذا يأكل المصريون؟ ومن يراقب على الغذاء المصري، سواء الغذاء فيما يتعلق بالخضار والفاكهة والزراعة ورش المبيدات أو اللحوم والدواجن والمستورد منها بالذات. ده اللي بيخوفنا كمان مع سمعنا بين كل فترة والتانية عن ضبطيات وضبط مش عارفة كمية ايه في مكان ايه لأطعمة فاسدة. ده يمكن بيخلينا نقلق بشكل أكبر، وكأن ما فيش رقابة في الدولة المصرية على هذه المسألة. والحقيقة عكس ذلك، أنه بالفعل في جهات بتراقب الأغذية وكل حاجة بتتقدم في السوق المصري من الزراعة، الواردات، مصانع الأغذية، اللحوم، الدواجن، كل حاجة الناس بتاكلها عليها رقابة، كل حاجة. خليني أقول لحضراتكم أنه في سنة 2017 تم إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء. دي تم إنشائها متأخر، كان قبل كده عندنا 17 جهة بتراقب. يعني من 17 جهة الحمد لله احنا خليناها في جهة واحدة، واعتقد انه ده افضل كثيرا يعني للناس اللي شغالة في السوق والناس اللي شغالة في الحكومة. المهم انه الحقيقة انه في رقابة، والحقيقة انه في ناس بتتابع اكل المصريين وبتتابع المصريين بياكلوا ايه. طبعا احنا شعب نحب الاكل كلنا يعني، وانا ازعم ان احنا الحقيقة عندنا احلى خضار وفاكهة في العالم، يعني من اللي انا دقته، ممكن يكون حاجات صغيرة دقتها بره. بس دي هتكون الفقرة الاولى عن ماذا يأكل المصريون. الفقرة الثانية بمناسبة نحن بنقرب كده على 25 يناير، وهو احتفال وزارة الداخلية والمصريين طبعا بعيد شرطة، ده العيد رقم 67. هي مرتبطة بذكرى أكيد حضراتكم كلكم عارفينها، يعني ليها علاقة بيوم أو بواقعة حدثت في الإسماعيلية سنة 52، لما رجال الشرطة وقفوا مع الفدائيين ومع الشعب المصري ضد الإنجليز. من يومها اليوم ده بقى مهم جدا بالنسبة لنا كلنا، وطبعا بالنسبة للشرطة المصرية. خلينا النهاردة هناخد طبعا نتكلم عن هذا اليوم، والحقيقة احنا ما نفوتش فرصة وما ينفعش نفوت فرصة نتكلم عن البطولات إذا كان الجيش أو الشرطة في مكافحة الإرهاب. دي مسألة هامة جدا، وأعتقد أننا كلنا كمصريين في هذه المرحلة احنا في حرب، ودائما ما كان حتى في تصريحات الرئيس والمسؤولين انه احنا في حرب مختلفة، احنا في حرب العدو هنا مش واضح. فاعتقد كل الفخر وفي اعتزاز شديد مننا من المصريين بأولادنا واخواتنا وشبابنا اللي بيحاربوا في هذه الحرب ضد عدو مجهول. فالحقيقة احنا بنحاول يعني اكيد مش هنفوت اي فرصة للحديث عن الارهاب ومكافحة الارهاب في مصر. دي هتكون الفقرة الثانية.
خلينا نبدأ أبرز وأهم الأخبار. البداية مع معرض الكتاب اللي تم افتتاحه النهارده، هي الدورة الخمسين، وزي ما بيقولوا اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب أو معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا المعرض ابتدى النهارده او البدايه غدا، النهارده افتتحه الرئيس وكان في افتتاح بشكل خاص غدا الافتتاح، وحتى يوم 5 فبراير الجاي. طبعا كان من ضمن الحضور فضيله الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر، الفريق محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والانتاج الحربي، دكتوره ايماس عبد الدايم وزيره الثقافه، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طبعا معرض الكتاب الحقيقه انه من ابرز الاحداث الثقافيه مش بس تحدث في مصر ولكن في المنطقة بشكل عام. خلوني أقول لحضراتكم أنه السنة دي طبعا معرض الكتاب مكانه اتغير من أرض المعارض للتجمع الخامس، وكان عندنا فقرة خاصة بمعرض الكتاب وقد إيه شكله. إحنا بنتكلم عن شكله متطور السنة دي، مفيش خيم خلاص، نتكلم عن معرض الكتاب كله جوه مباني بشكل حديث. في والجديد السنة دي فعاليات كثيرة جدا، من أبرزها فعاليات للأطفال، واعتقد ان دي اول سنه معرض الكتاب يقدم الجناح خاص لفعاليات ليها علاقه بالاطفال، وهذا الشكل وهذا الكم من الفعاليات مش بس للاطفال. يمكن الاطفال دي اول سنه، ودي حاجه مهمه جدا لانه في اقبال من الشباب ومن الاطفال ومن الكبار طبعا على معرض الكتاب على مدار الخمسين سنه، ولكن شكله جديد السنه دي، في حديث عن اجنحه بها كتب مخفضه بتبدا من جنيه ل10 جنيه إذا كانت من كتاب مصريين أو غير مصريين. داخل معرض الكتاب السنة دي فعاليات كثيرة، ورش كتابة، ورش كتابة مسرحية. كان أيضا رئيس المعرض كان لما كان عندنا فقرة كان بيقول إنه في حتى ورش تمثيل هتقدمها الفنانة ليلى علوي في يوم. يعني الحقيقة معرض مختلف ومعرض هام جدا بالنسبة لينا كلنا، وأعتقد من أهم الحاجات إن إحنا عندنا جزء للأطفال أو قاعة خاصة وفعاليات خاصة بالأطفال، والآخر كتب مخفضة بتبدأ من جنيه ل10 جنيه، جناح خاص لهذه الكتب المخفضة. ده بعد طبعا كان قلق بعض الناس من عدم مشاركة بعض تجار سور الأزبكية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب. نذهب لخبر آخر وله علاقة بمنتدى دافوس. منتدى دافوس في سويسرا انطلق النهاردة، وطبعا مصر بتشارك فيه. خليني قبل ما اتكلم عن مشاركة مصر اتكلم عن شكل المنتدى السنة دي. طبعا منتدى دافوس من اهم الفعاليات الاقتصادية العالمية اللي بتحدث كل عام. المنتدى هام جدا لانه مش بس فعالية اقتصادية، هي فعالية هامة لانه كل رجال السياسة، كل رجال الاقتصاد، زعماء العالم، يعني بتبقى فعالية هامة جدا 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 للسياسيين، للاقتصاديين ورجال الاقتصاد، لزعماء العالم كل عام في دافوس في سويسرا تحديدا. طبعا رؤساء شركات متعددة الجنسيات، محافظي بنوك، رؤساء تنفيذيين، يعني هي فعالية هامة جدا جدا على كل المستويات. المختلف السنة دي عدم مشاركة أهم زعماء على المستوى أو أهم رؤساء وزعماء دول الاقتصاديات المتقدمة جدا من أبرزهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ما شاركش هذا العام، ويمكن ده بعض الخبراء فسروه بأنه ده مؤشر هام جدا على الحالة الاقتصادية العامة في العالم كله. طبعا دونالد ترامب لم يشارك بدون ابداء اسباب، ولكن هي واضحه للمتابع يعني انه في مشكله كبيره في الولايات المتحده الامريكيه بين دونالد ترامب والديمقراطيين فيما يتعلق ببناء الجدار العازل بين امريكا والمكسيك، ودي مشكله كبيره جدا. الديمقراطيين مش موافقين على انشاء هذا الجدار، ودي كانت يمكن من ابرز البنود او من ابرز اللي كان على اجنده دونالد ترامب وهو بيتقدم للترشح، وشايف انه ده في خوف كبير جدا منه بقى للهجره او لتدفق الهجره من المكسيك وما شابه. النقطة الثانية برضو في أمريكا وهو إغلاق المؤسسات الفيدرالية من أول شهر أو بقلنا تقريبا كده شهر، ودي مسألة هامة جدا وهي متعلقة، هي نفس أزمة المكسيك، يعني هي دي مرتبطة بدي، يعني
انا الديمقراطيين مش عايزين يوافقوا على بناء الجدار، من الناحيه الثانيه دونالد ترامب طب خلاص مش هفتح الحكومه الاتحاديه، وخلينا قافلين بقى المؤسسات الفيدراليه والاتحاديه في امريكا لغايه ما نشوف هنعمل ايه. الجزء الثاني ليه علاقه بالحرب بين امريكا والصين، ويمكن حضراتكم احنا كنا اتكلمنا هنا في هنا العاصمه كثيرا عن هذه الحرب الشرسه جدا جدا بين امريكا والصين على المستوى الاقتصادي، وجاية من أيضا أو متشعبة أيضا في مستقبل الدول بشكل عام، وهي التكنولوجيا وتطور التكنولوجي، ومين دلوقتي اللي بيصنع التكنولوجيا هو المتحكم تقريبا في كل حاجة ومن أبرزها الاقتصاد. والحقيقة أن الصين سابقة كثيرا في هذه المسألة، والصين طبعا سابقة على كل المستويات. خليني أقول لحضراتكم أيضا أنه تريزا مي رئيسة الوزراء البريطانية مش موجودة في دافوس، طبعا نظرا للتطورات الأخيرة اللي لها علاقة بعدم موافقة البرلمان على خطة البريكزيت أو الانسحاب من منطقة اليورو. الرئيس الصيني طبعا مش موجود ايضا نظرا لتباطؤ في النمو، واحنا بنتكلم في 6.6 ده بالنسبه للصين اقل رقم حصل او ما حصلش تقريبا في اخر 30 سنه بالنسبه للصين، يعني بتتكلم في مستويات ثانيه من النمو الاقتصادي. فرنسا، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ايضا ما كانش حاضر في منتدى دافوس السنه دي نظرا للاحداث اللي بتحصل جوه او في فرنسا فيما يتعلق بالسترات الصفراء، وراجل الحقيقه بيواجه مشاكل اخرى يعني عايز يلم الموضوع. رئيس الوزراء الهندي ايضا ناريندرا مودي ما راحش نظرا لاهتمامه بالولايه الثانيه او ترشحه لولايه ثانيه. فاحنا بنتكلم انه اهم اقتصاديات العالم مش حاضره في المنتدى هذا العام. خليني اقول لحضراتكم ان المنتدى هذا العام مهتم بالعولمه الرقميه والشمول المالي والثوره الصناعيه الرابعه. الثوره الصناعيه الرابعه اللي ليها علاقه اكثر بالاستخدام الكثيف للتكنولوجيا في السنوات القادمه أو إنترنت الأشياء، وإحنا برضو كنا كلمنا قبل كده في هنا العاصمة عن إنترنت الأشياء، أو إنه اللي جاي ليه علاقة بإنه التكنولوجيا هي المتحكمة في كل شيء، الأجهزة هي اللي هتكون ليها علاقة ببعض أكثر من البني آدم اللي هيكون هيتحكم في الأجهزة أو الذكاء الاصطناعي والذكاء التكنولوجي الجديد. الحقيقة إنه مصر في هذه المرحلة في الداخل المصري احنا عندنا تطور هام جدا على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاستثماري، مناخ جديد ومناخ استثمار مشجع جدا. ايضا عندنا بعض التحديات تحديدا فيما يتعلق بالشمول المالي، ودي من ابرز او على جد اجنده اعمال منتدى دافوس السنه دي. احنا بنتكلم انه من المصريين عندنا 20% بس عندهم حسابات بنكيه. طبعا في حمله مصريه قويه جدا لمساله الشمول المالي، وبالفعل الدولة المصرية بتعمل على حوافذ لدخول المصريين، كلنا نخش كلنا على خط الشمول المالي، واعتقد انها فرصة يعني جيدة جدا لهذا التواجد المصري. رئيس الوزراء المصري عقد عدة اجتماعات على هامش منتدى دافوس، نتكلم وزيرة السياحة ايضا متواجدة، وزيرة الاستثمار سحر نصر ايضا لها تواجد، وايضا وزير المالية بالطبع متواجد في منتدى دافوس في سويسرا، وزير الصناعة أيضا، يعني وفد مصري رفيع المستوى يحضر هذا العام منتدى دافوس. خلينا مزيد من التفاصيل، معنا أستاذ إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. لا حضرتك، أنا عايز أسأل حضرتك عن أهمية المشاركة المصرية في البداية في منتدى دافوس هذا العام، أيضا مع المتغيرات إلى حد ما في شكل الحضور في منتدى دافوس. خليني أقول لحضرتك المنتدى ده من أهم المنتديات العالمية الاقتصادية، ودايما بيحضروا قادة الشركات الكبرى في العالم وبيحطوه على الأجندة بتاعتهم من بدري خالص عشان يقدر يفضي نفسه يحضر المؤتمر ده. وده فرصة كويسة جدا للدول اللي عايزة تبرز التطورات الاقتصادية والمزايا التنافسية بتاعتها عشان تقابل الشركات الكبرى دي وتحطها على أجندة الاجتماعات بتاعتها، زي ما حصل ان الوفد بتاعنا برئاسة رئيس الوزراء موجود مع عامل سيادة الوزراء عشان خاطر متواجدين ويعرضوا أهم الفرص الاستثمارية ويروجوا لمصر في هذا المنتدى المهم. لأن زي ما قلت لحضرتك مش بس اقتصاديين بيحضروا سياسيين زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمه، بيحضروا قادة الدول، قد يكون بعض قادة الدول مش موجوده، ده لا يمنع اهميه هذا المنتدى. ده بينعقد سنويا في ميعاد محدد في سويسرا، وده
ما حدش يقدر يغفل الأهمية بتاعته سواء على المستوى الاقتصادي، المستوى طيب الصناعي، خليني اسالك المستوى استاذ ابراهيم، التكنولوجي. ازاي ممكن مصر خلال هذا المنتدى الهام جدا اللي بيحضره اهم شخصيات العالم من شركات من رؤساء من زعماء من اقتصاديين، ازاي ممكن نبرز الاصلاحات الاقتصاديه اللي بالفعل والمناخ الاستثماري الجديد في الداخل المصري؟ خلينا نتكلم في الشهادات بتاعت المؤسسات الدوليه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، سواء سجلوا النقد او البنك الدولي او مؤسسات التصنيف الائتماني، اللي حطت مصر في صوره طيبه الفتره اللي فاتت انها على طريق جيد من الخطوات الاصلاحيه وملتزمه بالبرنامج الاصلاحي بتاعها وحققت نتائج ايجابيه الفتره اللي فاتت بارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنه وانخفاض معدلات التضخم وكذلك معدلات البطاله. الحاجات دي كلها مؤشرات مهمه انت بتقوليها للعالم، مش لوحدك بس، المؤسسات الدوليه بتقولها كمان انها بتطلع عليك تقارير، فالتقارير دي مهمه كل العالم بيقراها، فلما انت تقولي نفس الكلام زي المؤسسات الدوليه في نوع بيدي نوع من المصداقيه للتطور الاقتصادي اللي بيحصل في مصر، دي من ناحيه. وده مهم لان المؤشرات الاقتصاديه الكليه دي مهمه جدا لاي حد بيفكر في اي دوله. اثنين، تقدري تبرزي انت عندك تطورات على مستوى المناخ الاستثمار، انت عملتي ايه كدوله من حيث اصلاحات وقوانين اصدرتيها، وايه لسه موجود في البايب لاين لسه في الطريق بتعمليه، وايه الاهداف المستقبليه اللي انت عايز تعمليها. تاني حاجة، المؤتمر ده طالما حضره رؤساء شركات كبيرة فانت من الادعى لي واوفر لك تروحي تحضري هذا المنتدى وتعملي اجتماعات مباشرة وجها لوجه مع قادة هذه الشركات. خليني اقول في الاطار اللي حضرتك ذكرته، مع بعتذر عن المقاطعه، انه بالفعل رئيس الوزراء اجتمع النهارده مع مسؤولي شركات او شركه دانا غاز الاماراتيه، واعلنت انها بالفعل هتستثمر 5 مليار دولار في مصر، ايضا مع رئيس نتكلم رئيس ابل، نتكلم ايضا عن هواوي، يعني بالفعل كان في لقاءات مثمره جدا النهارده. خلي بالك ان هواوي موجوده في مصر، فدي ميزه من ناحيه ثانيه. صحيح. فانا بتكلم على ابل لما تقول احط مصر على الخريطه الاستثماريه بتاعتي الفتره الجايه، ده بالنسبه لي خبر لوحده اقدر استغله ترويجيا. صح. اثنين، لما دانا غاز كذلك شركه كبيره وانت عندك النهارده ما شاء الله الاستثمار في مجال الغاز والبترول، استشفيتات النهارده عامله صدى كويس جدا على مستوى حق الظهر مع احنا في طريقنا ان احنا نبقى مركز للطاقه تحديدا في الغاز، يعني خطتي دي هاب، دي مركز اقليمي لانتاج الطاقه. صحيح. وتجارتها في الشرق الاوسط، فده مهم بالنسبه لك، فده بيخلي مصر على او على اجنده الشركات الكبرى في الفتره الجايه. فالنهارده لما اسمع ان ابل بتقول لي انا بفكر في مصر، ما كنتش بسمع الكلام ده قبل كده، فلما اسمع الكلام ده ابدا انا كمصري ابدا افكر، لا فعلا مصر الفتره الجايه بقى عندها بوتنشال امكانيات عاليه جدا لجذب الاستثمارات، لازم استغل محفل زي كده، محفل دولي تمام ان اكون متواجد فيه واقعد مع الشركات الكبرى دي واشرح اللي بيحصل. النهارده هروح له بنفسي احكي له اللي بيحصل عندي، وفي نفس الوقت يسمع الكلام ده من المؤسسات الدوليه، فلما الاقي وجهتين نظر متفاضلين المصداقيه عندي بتزيد. فاضل عندي ايوه يبقى عندي ان ادعو الشركات دي تاني لمصر، النهارده اللي قعدت معاهم هناك ادعوهم لزياره مصر واتكلم بقى بتفاصيل اكثر على المجالات اللي ممكن يستثمروا فيها، على قطاعاتهم التوسعيه بره او حوالين العالم، عشان تبقى مصر على الخريطه بتاعتها. طب انا عايز اسال سؤال اخير يا استاذ ابراهيم بعد اذنك، قد ايه هي مساله تخوف ان زعماء الاكبر دول على المستوى الاقتصادي مش حاضره؟ هل دي مساله تؤثر بشكل او اخر على الدول الثانيه؟ هل دي مساله تخوف اصلا؟ انه هل دي اشاره ان في ازمه اقتصاديه؟ بصي، هو كده كده في تخوف ان يحصل في سلو داون، بطء، تباطؤ اقتصادي في السرير نتيجه الحرب التجاريه ما بين امريكا والصين، نتيجه أزمة البريكزيت بتاعت بريطانيا، كذلك نتيجة إن في دول عن الصين عندها تباطؤ في النمو، كل العوامل دي بتنذر إن في قد يكون في ركود اقتصادي في السنة. بس أنا دايما بشوف إنه من رحم الأزمات تخلق الفرص. وجايز تبقى دول تانية تنعم باقتناص هذه الفرص، ومصر عندها فرصة كبيرة قوي إنها تقتنص جزء من هذه الفرص الفترة اللي جاية. نعم. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم مصطفى خبير الاستثمار. طيب نروح، هنخرج بره، هنروح لسه مكملين العالم بيقول ايه، بس هنروح اوروبا. الحقيقه انه بقالنا كام يوم بنتابع حرب كلاميه عنيفه جدا ما تعودناش عليها تحديدا في الداخل الاوروبي وتحديدا بين ايطاليا وفرنسا. الحقيقه ان احنا بقالنا فتره في تراشق كده، مش عايزه اقول اتهامات، بس حرب عنيفه كلاميه بين الدولتين.
على خلفية قضايا مختلفة. الحقيقة أن هي ابتدت بمسألة هجرة اللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، البوابة كانت إيطاليا، هي دلوقتي طبعا بقت أسبانيا بعد صعود اليمين المتطرف في إيطاليا، واللي قفل هذه المسألة خالص لدرجة أن احنا السنة اللي فاتت بنتكلم أن في قارب أو قوارب كان فيها ألفات عند مالطا وإيطاليا، هم عالجوهم بس قالوا مش هستقبل خلاص، يعني منذ صعود اليمين المتطرف في إيطاليا وحكومة اليمين في إيطاليا ما بقوش او الاعداد ما بقاش فيه استقبال لاي لاجئين، واصبحت الواجهه او البوابه هي اسبانيا. على اي حال، الاتهامات ما بين ايطاليا وفرنسا ابتدت بهذه المساله، بمساله اللاجئين. كان ساعه او السنه اللي فاتت مع عدم استقبال ايطاليا وفرنسا، كانت فرنسا اتهمت ايطاليا انه زي يعني مساله غير انسانيه بالمره ان انتم ما تستقبلوش اللاجئين من القوارب. فهم ردوا قالوا طب ما انتوا كمان قافلين الباب، انه فرنسا كمان قفلت الباب وما بقتش بتستقبل اعداد او اي لاجئين خالص. الحقيقه انه بعد كده او هذه المشاده مكمله، انه ايطاليا طلبت من الاتحاد الاوروبي ان هي تفرض عقوبات على فرنسا نظرا لان هي السبب اصلا في ازمه الهجره غير الشرعيه. بطريقه بقى عامله ازاي؟ انه فرنسا هي السبب في ازمات والمشاكل الاقتصاديه في 14 دوله افريقيه، وبتعاملها او بتتعامل مع هذه الدول بسياسه الدوله المستعمره. لسه احنا بنتكلم انه ال 14 دوله افريقيه دول فرنسا بتتحكم في عملتها او الفرنك الافريقي، فرنسا بتطبع هذه العمله ولسه بتضمنها الخزانه الفرنسيه. ده بيسند او بيدعم العملة الفرنسية أو اليورو أو الاقتصاد الفرنسي من بابه، وأنه لولا كده كان زمان اقتصاد فرنسا كان بقى 15 بدل ما هو 6 عالميا. دي كلها تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي، هو كمان وزير التنمية الاقتصادية. فبكل هذه المعطيات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، هو شايف أنه فرنسا هي السبب في تدفق اللاجئين من أفريقيا، لأن هي سبب أنه ما فيش تنمية في أفريقيا، مما يعوق عملية التصدير أيضا من أفريقيا. فرنسا بقى على الجانب التاني عملت ايه؟ استدعت امبارح السفيرة الايطالية في فرنسا احتجاجا على هذه التصريحات. خليني اقول لحضراتكم انه ايضا من ضمن التصريحات من رئيس الوزراء او نائب رئيس الوزراء الايطالي، انه هو ذكر انه فرنسا هي سبب الازمة او سبب استكمال الازمة في الداخل الليبي نظرا ل انه مصالحها يعني لن تكون على اكمل وجه مع حلول او مع حل هذه الازمة في الداخل الليبي، على الرغم انه في اصلا على الرغم انه اصلا في تضارب مصالح بين ايطاليا وفرنسا بالنسبه لمساله النفط او مساله النفط في الداخل الليبي. فكده كده يعني هو اعتقد انه دولتين يعني مش حابين الازمه تتحل باي شكل من الاشكال في الداخل الليبي. ولكن على اي حال احنا بنتكلم عن الملف الليبي وبنتكلم عن ملف الهجره غير الشرعيه، بس الحقيقه انها حرب وتصريحات عنيفه جدا وحرب من نوع اخر. والحقيقه انه دي ما ابتدتش ايضا مع هذه المساله، انه ايطاليا او الجانب الايطالي مع اي فرصة بيوجه تصريحات من هذا الشكل، يعني مع بداية السترات الصفراء دعم الجانب الإيطالي هذه السترات الصفراء من خلال تصريحات علنية جدا كملوا في الشارع، كان في دعم لهذه السترات. فمن الواضح أو شكل مختلف وشكل جديد من تراشق الكلام والتصريحات بين الدولتين، مش عارفين هتوصل لفين. خلونا المزيد من تفاصيل معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي خالد شقير. استاذ خالد اهلا بيك. مساء الخير زميلتي لما، اهلا بيك وبمشاهدينا الكرام. اهلا بيك في مصر، انا عارفه ان انت جيت زياره. الحمد لله بقالي يومين اهوت وقاعد كمان اسبوع ان شاء الله، عشان انت عارفه ان في زياره مرتقبه للرئيس ماكرون. صحيح. بالنسبه لي الوضع راهن وفيما يتعلق بتراشق التصريحات والحرب الكلاميه، واخر اخر اجراء يمكن كان حدث من الجانب الفرنسي انه استدعى السفيره الايطاليه في فرنسا. لما دعيني ابدا معاكي طبعا من باني مش يعني مش مستغرب من تصريحات الجانب الايطالي، عشان نضع المستمع معانا او المشاهد معانا في الصوره، ايطاليا بتحكمها اليمين المتطرف او اليمين الشعبوي
واليمين المتطرف اليمين الشعبوي من مصلحته اللعب في كل الدول التي تحيطه من أجل يعني دعم اليمين المتطرف في فرنسا. فلهذا يحاولون في هذه المرحلة يعني إثارة الفتنة في الداخل الفرنسي عن طريق طبعا التصريحات المستفزة التي قام بها طبعا كما أشارت نائب رئيس الوزراء وقبل كده كثير من المسؤولين في دعم مثلا السلطات الصفراء في فرنسا. وهذا يعتبر تدخل تافه في الشأن الفرنسي. واعتقد ان كانت لو انت فاكره معايا زميلتي لما كان بدات يعني الازمه في بدايه السفينه التي رفضت الجانب الايطالي استقبال كل المهاجرين، وطبعا كان في يعني استياء من الجانب الفرنسي، وبعدين الرئيس الفرنسي كان اعرب يعني في تصريح ايطاليا يعني تابعت فيها السفير الفرنسي في روما، وبعدين تم يعني الاعتذار بصورة أو بأخرى من الجانب الفرنسي. ولكن أعتقد أن هذه المرحلة التي تشهدها العلاقات الفرنسية الإيطالية تدخل في إطار صراع داخلي، وهو صراع الأحزاب، وهو محاولة دعم اليمين المتطرف داخل فرنسا من خلال إظهار أن فرنسا وجهها استعماري، وأن الرئيس ماكرون يعني يستخدم أساليب مختلفة وهذا يخالف الواقع. وأعتقد أن المصالح التي هي لإيطاليا في داخل ليبيا ومحاولة فرنسا الجدية لجمع الفرقاء الليبيين في باريس في الصيف الماضي، وكانت فرنسا يعني على يعني نهاية بداية يعني إيجاد حل للفرقاء في الجانب الليبي، إيطاليا تدخلت ومنعت هذا الحل وليس العكس. وأعتقد أن الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون لمصر، طبعا معروف أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية وتبادل المعلومات والكثير من الأمور التي تهم البلدين ويعني على الحق، ولكن أهم المواضيع هو المشروع الليبي أو القضية الليبية التي تحاول فرنسا فعلا إيجاد حل، وستستعين بخبرة الجانب المصري. وعرف أن مصر لها أن لليبيا في قلب الرئيس سيسي أو في قلب الدولة المصرية والشعب الليبي يعني أهمية كبرى، ولهذا ستحاول فرنسا الدخول إلى الملف الليبي عن طريق مصر ودعم مصر في هذا الملف. خليني أسأل حضرتك أستاذ خالد، بما أننا نترقب زيارة الرئيس الفرنسي قريب يعني لمصر خلال أيام أعتقد، هل الجانب الفرنسي أعلن جدول الزيارة وتوقيتها؟ لا، إلى حد دلوقتي يعني أنا يعني آخر حاجة قريتها قبل ما أنزل بيومين هو أن الإليزي أعرب أن الزيارة ستكون يوم 27، ولكن جدول الزيارة الحقيقة أنا جيت مصر من يومين وما تابعتوش، لكن أعتقد أن أهم جانب سيكون يعني العلاقات الثنائية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتعاون بين الدولتين وملف الليبي والملف الفلسطيني وأيضا الملف السوري. وأعتقد أن فرنسا في الفترة الأخيرة والإعلام فرنسا بدأ يتحدث عن دور الاقتصاد، التنمية الاقتصادية في مصر، وأعتقد أن هناك سيكون هناك زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة. بشكرك أستاذ خالد شقير الكاتب الصحفي. نرجع محليا شوية، ويمكن كان في بيان هام للقوات المسلحة، وأعلنت النهاردة نتائج جهود قوات الجيش والشرطة في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واللي نجحت في القضاء على 59 تكفيري وتدمير 56 عربة دفع رباعي. خلونا نروح نتابع هذا البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية. تفضل. في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية: تنفيذ عمليات نوعية
أسفرت عن القضاء على 44 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني أسفرت عن القضاء على 15 فردا تكفيريا شديد الخطورة. القبض على 142 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. ضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية، 6 عربات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و39 عربة بالاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، و11 عربة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي. بالإضافة إلى تدمير مخبئين للعناصر التكفيرية. اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 242 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات. كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط 104 بنادق مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 2666 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و6826 كيلو جراما من نبات البانجو و43 كيلو جراما من مادتي الهيروين والأفيون و2.5 مليون قرص مخدر. كما تمكنت من ضبط 85 عربة و6 دراجات نارية تستخدم في أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن وضبط عدد من المبالغ النقدية. كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 2189 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء تم اكتشاف وتدمير 6 فتحات أنفاق. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم. وفي إطار قريب وبمناسبة 25 يناير أو قرب 25 يناير واحتفالات الشرطة، كان هناك فيديو لوزارة الداخلية النهاردة أعلنت عنه تحت عنوان حماة الوطن. نروح نشوفه، تفضلوا. إحساس جميل إنك شايل أمن وطن على كتافك وحاطط كل أولوياتك بعده. كل واحد فينا عنده عيلة، عيلة بيحبها بيحرسها ويحافظ على سلامة كل فرد فيها.
عيلة دايما جواك حتى لو بعيد عنك، عيلة تقضيلها مصالحها ويهمك راحتها. تضحي بنفسك عشانها، تحافظ على حاضرها وتأمن لها مستقبلها. عيلة وقت ما تحتاجك تلاقيك، في أي وقت ومهما كانت الظروف. لكن أوقات كتير ظروف شغلنا مش بتسمح لنا نكون جنب عيلتنا، بس دايما بنكون مطمنين عليهم لأنهم جزء من عيلتنا الكبيرة. اللي كل واحد فينا أقسم على حمايتها وخدمتها هي رسالته، اللي بيأديها كل يوم بجدية بمسؤولية وبحب لعيلتنا الكبيرة، لأن الوطن واحد والعيلة واحدة. الشرطة المصرية في خدمة الوطن. أعتقد أن الفيديو مختلف جدا عن الفيديوز اللي كنا بنشوفها، فيديو متطور. وخليني أقول لحضراتكم معلومة، يمكن عشان اللي مثلوا في الفيلم كلهم ضباط حقيقيين، يعني ما فيش ممثلين، يعني تحديدا ضباط في وزارة الداخلية في الخدمة، هم دول اللي بيقوموا بالتأمين، إذا كان من الحراسات الخاصة، إذا كان من الأمن العام، يعني دي أشخاص حقيقية كل قطاعات الوزارة. وأعتقد إنه الفيلم مختلف، الفيلم كواليتي حلوة، الفيلم قريب جدا مننا، ويعني كل التوفيق. طيب خلينا نروح لخبر آخر، يمكن خبر محزن جدا، وخبر كان بقاله فترة طويلة الحقيقة على السوشيال ميديا وما كناش حابين نتناوله غير لما يتم حسمه أو نفهم إيه اللي حصل بشكل أو بآخر، لأن كان فيه تضارب كثير حول هذا الخبر، والخبر محزن بطريقة، يعني أعتقد أنه خبر صعب، صعب جدا. له علاقة ببنت طفلة عندها 3 سنين تحديدا من أبوتيك في أسيوط. الطفلة دي كانت اختفت منذ أيام، تالي ما عدنيش اليومين، وأهلها بلغوا الشرطة والإجراءات دي، وبعد ذلك لقوها بس جثة في بيت جدها، يعني لقوا الطفلة الجثة في بيت جدها. ومع التحقيقات ومع يعني جهود الشرطة وإن هم يعني يكشفوا من وراء ذلك، اكتشفوا انه للاسف الشديد، ومعرفش ليه في تكرار لمثل هذه الحوادث، انه مرات خالها واحدى سيدات العيله الثانيه هم اللي قاموا بقتل مريم 3 سنين. معرفش ايه ممكن يكون سبب انه سيدتين ما شاء الله يعني يقتلوا طفل عندها 3 سنين. طيب احنا معانا يونس درويش مراسل هنا العاصمة من أسيوط. يونس مساء الخير، إيه اللي حصل؟ مساء الخير عليك يا أستاذة وعلى كل السادة المشاهدين. دعيني أشرح لك مدى الاحتقان الذي حدث في مدينة أبوتيج عقب ذبح الطفلة مريم التي أثارت الكثير من الشبهات وسط الشارع الأبوتيجي، وخاصة عقب العثور عليها مذبوحة بمنزل جدها. فريق بحث، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد بركات، أحمد بركات، رئيس قسم أبوتيج، والذي كان تولى شؤون القسم في أول يوم له بعد الحركة. يونس أنا عايز أعرف مين اللي وراء الحادثة، يعني فعلا هل مرات خالها وسيدة أخرى من العيلة، وليه ممكن يكون يعني التفاصيل اللي وصل لك لغاية دلوقتي، ليه ممكن يبقى في خطة لقتل طفل عندها 3 سنين في العيلة؟ يعني من دعيني أشرح لك الغموض الذي أثار هذه القضية، الغموض الذي أثار هذه القضية خاصة عقب تغيبها وتحرير محضر بغيابها فريق البحث من مديرية أمن أسيوط ومباحث قسم أبوتيج. تم بعد 3 أيام أهلية الطفلة أبلغوا العثور عليها مذبوحة داخل منزل مهجور بجوار منزل والدها.
تم تكثيف تحريات المباحث وفريق البحث الجنائي بودريس الناصود بإشراف اللواء منتصر عويضة. وأمس توصل فريق البحث بعد جهود مكثفة إلى أن وراء ذبح الطفلة سيدتين من أقربها وهي زوجة خالها وشقيقة زوجة خالها اللي بالبلد احنا بنقول عليها تلفتها. والدافع وراء القتل هو الانتقام من والدة الطفلة مريم التي هي شقيقة زوج خالها. هي أرادت أن تنتقم من زوجة شقيقة زوجها بقتل الطفلة وإحراق قلبها عليها. هذا ما كشفته التحريات واعترافات المتهمتان أمام النيابة العامة صباح اليوم والتي قررت حبسها. هناك ارتياح شديد بالشارع الأبوتيدي بعد كشف غموض مقتل الطفلة، وتواصلت مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة شديدة عقب كشف المتهمتان، وطالب بالقصاص العاجل لهذه الطفلة التي قتلت دون ذنب. بشكرك شكرا جزيلا يونس درويش مراسلنا العاصمة من أسيوط. الحقيقة أنه عذر أقبح من ذنب، وبقت مسألة مرعبة الحقيقة. يعني اثنين ستات تجردوا من الرحمة والإنسانية وعندهم أولاد، يعني حضراتكم عارفين ان هم حاسين، يعني عارفين عندهم أولاد، بيذبحوا طفل عندها 3 سنين عشان بس يحرقوا قلب أمها. معرفش يعني هل ما زلنا أو لسه في حوادث زي دي بتحصل دلوقتي؟ الوضع صعب والمسألة صعبة جدا. طيب من مصر ونروح هوليوود تحديدا الأوسكارز. والنهاردة قائمة الترشيحات المختلفة للأفلام، للدوكيومنتريز، للأفلام الوثائقية، أحسن ممثل، أحسن ممثلة، أحسن صورة، بالفعل نزلت وبدأت التكهنات برضو عن مين الأقرب. والحقيقة أنه في فيلمين بيشار إليهم أن هم الأقرب عن أحسن فيلم، فيلم The Favorite وفيلم روما. حقيقة أنه خلوني أتكلم عن روما لأن روما مختلف. روما إنتاج نتفليكس. نتفليكس للناس اللي يعني أعتقد ناس كتير متابعة نتفليكس، هي منصة إلكترونية بتنتج أفلام ومسلسلات بتتزاع على أو مش بتتزاع، بتبقى أونلاين، يعني في اشتراك حضرتك بتشترك فيه، ومن خلال هذا الاشتراك ممكن تتفرج على أفلام ومسلسلات إنتاج نتفليكس. ساعات بتكون إنتاج ضخم وساعات بتكون إنتاج ممكن زي الأفلام المستقلة، إنتاج يعني بسيط. فيلم روما المختلف فيه مبدئيا زي ما قلت لحضراتكم انه انتاج هذه انتاج نتفليكس، ونتفليكس عاده مش بتحط افلامها في دور، او لو حطت افلام في دور العرض، ومش كل دور العرض في امريكا بتقبل افلام نتفليكس، بتذيعها في نفس الوقت على المنصه الالكترونيه او من خلال الاشتراك او اونلاين، يعني للناس المشتركه في نتفليكس. مبدئيا فيلم روما المرشح للجائزة وهو الأقرب زي ما الناس أو زي الخبراء ما بيقولوا، هو فيلم أبيض وأسود، هو فيلم من إنتاج شركة نتفليكس وهي مش من شركات الضخمة في هوليوود، بالعكس يعني دي أول مرة، وده بيقول كتير عن التكنولوجي الجاية حتى في إنتاج الأفلام في هوليوود. يعني بيقول كتير إنه شركة تكون بتنتج ممكن أفلام ومسلسلات ببادجتس أو إنتاج بسيط بتكلفة بسيطة فيلم من أفلامها، ولكن روما طبعا من الإنتاج الكويس يعني من نتفليكس مش إنتاج بسيط، هيخش في أو هو بالفعل في القائمة. الفيلم الثاني The Favorite، ونادين لبكي أيضا فيلمها كفر نحوم ضمن القائمة القصيرة للأفلام المرشحة. طبعا رامي مالك خد جايزة جولدن جلوب أحسن ممثل، كمان مرشح لأحسن ممثل في بوهيميان رابسدي. عندنا ليدي جاجا، وبرضو عايزة أدور مين الشخص الآخر،
جلان كلوز عن فيلم ذا وايف، هما الاثنين الاقرب. طبعا هي القوائم طويله، بس انا بقول لحضراتكم دول مين الاقرب. خلوني اقول لحضراتكم ليه بعض الناس بتقول الاوسكارز مختلفه السنه دي، غير قصه انه نتفليكس واول مره تبقى شركه مش من كبار الشركات او الشركات الضخمه الانتاج في هوليوود. طبعا هوليوود فيها اضخم شركات في العالم للانتاج، دي نقطه. النقطه الثانيه انه على الرغم من انه افلام الفانتسي او الخيال وافلام السوبر هيروز او البطل هي الجانرز او التيمه اللي بتعمل اعلى ايرادات في السينما الامريكيه او في هوليوود، عمر ما اي فيلم من افلامها في تاريخ اوسكارز او في تاريخ الاوسكارز ما اتحط على اي قوائم. السنه دي بلاك بانثر هو فيلم يعد من تيمه السوبر هيروز او الابطال، يعني ضمن قائمة أفضل أفلام، فبيقال أو الأبطال الخارقة يعني هيبقى ضمن قائمة الأفضل الأفلام المرشحة. فبيقال إنه السنة دي الأوسكارز هتكون مختلفة، التكهنات مش واضحة قوي بالنسبة للأفلام أو الممثلين والممثلات. برادلي كوبر طبعا هو مخرج ستارز بورن أو مولد النجم، ده حقق نجاح كبير، هو كان مخرج الفيلم، بيقال إنه كمان مرشح بقوة لهذه المسألة. زي ما بقول لحضراتكم انه نتفليكس اللي يعني كنت شرحت لحضراتكم في البداية، نتفليكس هي منصة الكترونية بتنتج افلام وبتذاعها عندها. الجديد برضو يعني اعتقد انه احنا زي ما كان بيقال 2020 هيبقى عام مختلف في كل حاجة، في التكنولوجيا، في صناعة الافلام، في الصناعة، في كل حاجة. حتى صناعة الافلام زي ما قلت لحضراتكم فيها اختلاف، دخلت على الترابيزة، ده المصطلح اللي سي ان ان استخدمته الحقيقة، انه دخل على الترابيزة منتج جديد، منتج بشكل مختلف غير التايكونز او عمالقة الانتاج في هوليوود من الشركات المختلفة. وده بيقول انه في حتى تحول تكنولوجي في صناعة هذه الأفلام أو في صناعة كل الأفلام، في بادجت مختلفة أو تكلفة مختلفة، وفي كمان رؤية مختلفة لهذه الأفلام حول العالم. خلوني أقول لحضراتكم خبر كان مع بداية الحلقة قريته من منصات أو من وكالات أنباء مختلفة، أنه في مشكلة في واتساب حول العالم، وأعتقد أنه في مصر من شوية، يعني أنا حتى كنت بجرب، كان واتساب بالفعل في مشكلة، كان بطيء، ما كانش بيلقط، وبعديها جه الخبر وإحنا بنبدأ حلقة النهاردة. بالفعل تم إعلان أنه في مشكلة في واتساب في بعض الدول حول العالم. خليني أستقبل عبر الهاتف مهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجي او تكنولوجيا المعلومات. باشمهندس مصطفى اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه واتساب ماله؟ ده مهم جدا. ايه بصي، ده سوفت وير يا جماعه، سوفت وير زي ما احنا كده وقت مش بنشوف فودافون بتقع واورنج بتقع واتصالات بتقع عادي. حتى واتساب بيقع؟ طبعا واتساب ممكن يقع، بالذات الايام دي. هو الايام دي عمال بيراجع قراراته، بيراجع البوليسيز بتاعته، السياسات بتاعته، فممكن يكون عمل شويه تغييرات أنا دخلت في حته. هو طبعا دلوقتي انا بتفرج على outage.report، ده موقع بيراقب كل الابلكيشن الكبيره زي الواتساب، وبيقول لك هي شغاله ولا واقعه. فانا شايف قدامي دلوقتي ان هو واقع في حتت كتيره في اوروبا، واقع في اسكندريه في مصر. كان واقع في القاهره من شويه ولا ده النتورك؟ لا القاهره زي الفل، واقع في اسكندريه، واقع في البرازيل، واقع في المانيا، واقع في انجلترا، وبعدين بداوا يقفوا يرجعوا تاني. فهو دلوقتي رجع تاني في انجلترا، بيونس ايرس رجع تاني، فنلند رجع تاني، لسه داون في فنزويلا. رجع في اسكندريه طب يا باشمهندس؟ لا لسه ما حدش قال. داون ان عمان، لسه في عمان، امور مش طيبه. داون في فلوريدا، ساوث افريكا لسه داون، جنوب افريقيا، ماليزيا لسه داون. فدي لما بصي، اصل السوفت وير دوت يا اخوانا، انت متخيله برنامج بيتكون من حاجه بتاعت 30 مليون خط، 30 مليون كود، فاكيد ممكن يحصل جليتش. واحنا هل ده معناه انه هنلاقي حاجه جديده دخلت على واتساب ولا مش شرط؟ لا 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 هي غلطة. هقول لك الحكاية، هو احنا لما هي حصلت قبل كده فعلا، يعني مش كتير. هو احنا لما شركة الاتصالات بتقع بنسيبها بقى ونقفل وتسيب مصر؟ لا اتس اكسبتد، لا مقبول.
بس ده بيدلك على حاجة مهمة جدا ان هو عمال بيعمل تغيرات داخلية عنه. واحنا طبعا عارفين انه بيعمل تغيرات دي لان هو عايز يحاول يقلل استخدامه كوسيلة في الجرائم وفي الاخبار الزائفة عن صغر. طيب اشكرك شكرا جزيلا باشمهندس مصطفى ابو جمرة خبير التكنولوجي. طيب احنا رايحين فاصل قصير، اكون في انتظار حضراتكم. احكي قصه صغيره بالنسبه لي، اكون في انتظار حضراتكم. امبارح كنت في ايفنت، ايفنت كبيره كان فيها بعض الاعلاميين والممثلين والفنانين. شفت اعلامي كبير يعني هو زي استاذي تقريبا يعني، فقال لي لما انت كل ما تكون في البرنامج وطالعه فاصل فبتقولي ليه هكون في انتظار حضراتكم، يعني جرى العرف انه المقدمين البرامج او المذيعين بيقولوا استنونا راجعين لكم، ما تروحوش في اي حته، خليكم مكانكم انتظرونا، فليه بتقولي انا في انتظار حضراتكم؟ فحس كده قلت له علشان يعني بحس انه انا لازم اكون مستنيه الناس وهو ده الاصل في الامور، وانا اللي بنتظر الناس، وانا اللي عايزه اقدم احسن حاجه للناس، وانا اللي بكون ممتنه لو قلت معلومه لفتت نظر حد مش العكس. ويعني طبعا هم اساتذتنا، بس يعني دي كانت وجهه نظري في مساله انا في انتظار حضراتكم. فالحقيقه هو قال لي لا انت لازم تقولي الموضوع ده للناس لان انا حتى ما فهمتش، فانا قلت لحضراتكم ويا ريت تكون وصلت. المهم هكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. وماذا ياكل المصريون؟ تفضل. طول ما انا عايش وفي نفس هقول بلدي غالية عندي وفي عيني شايلها، كل صعب مهما كان يهون عشانها، ده اللي انا اتعلمت وتربيت عليه. شعب مصر اهلي وصحابي وجيراني لو ينادوا في اي وقت بيلاقوني، عمري ما اتأخر عن الواجب ثواني، ده اللي انا اتعلمت وتربيت عليه. حبي ليكي شيء في دمي زي عود الحمرا ولو دعوت امي، مهما اوصف لك مشاعري مش كفاية، عمري كله ملكي ليكي خسارة يا بلاد يا غالية فيكي. أيوة أنا على عهد بلاد من البداية للنهاية، ده اللي أنا اتعلمت وتربيت عليه. حبي ليكي شيء في دمي زي حب الحضن ابويا ودعوة امي، مهما اوصفلك مشاعري مش كفاية، عمري كله ملك ليكي مش خسارة يا بلاد يا غالية فيكي. ايوه انا على عهد بالي
البداية للنهاية اللي أنا اتعلمت وتربيت عليه. نسمع كل شوية ان الفاكهة فيها مبيدات ومسرطنة وطعمها متغير. لا ده دي بقى الناس اللي هم اللي انت عارفهم يعني هم اللي بيطلعوا الاشاعات. استفندي بالذات كويس والبلدي بتاعنا بتاع زمان يعني. عشان كده انا بحب اشتريه دايما يعني. دلوقتي بتشتري كل حاجة ولا ليها طعم والحاجة بتطلع فيها دود. بالسفندي لسه جايبينه امبارح طالع فيه دود. فيه وفيه. في فاكهة بلدي وفي فاكهة بتحس ان هي مضخمة. يعني في برتقال تحس ان هو صغير وفي برتقال تحس ان هو كبير وفي ليمون تحس ان هو صغير وفي ليمون تحس ان هو كبير. جميع انواع الفاكهه هكذا. البطيخ نفس الحوار، البرتقال نفس الموضوع. انا بشتريها ما دام بشتريها هيبقى كويسه. وبعدين انا ايش عرفني الناس كلها بتشتري فبشتري زيهم. بتشوف اي رقابه على الاسواق سواء صحه او تموين؟ لا دي هي اللي ناقصانا صحيه. يعني ما فيش رقابه وما فيش حد بيجي يشوف. ما بشوفش حد يراقب على الاسواق ولا اي حاجه خالص. كان في هنا كشك بتاع تومين اتهد. فين 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 الرقابه اللي موجوده؟ شكوك المصريين حول الأكل. إحنا بناكل إيه؟ هل بناكله ده بضرورة الحل أدام اتعرض لرش أو لمبيد معين يبقى خطر؟ يبقى يوصل لدرجة إنه يبقى فيه مواد مسرطنة؟ هل ده حقيقي؟ هل أي لحوم أو دواجن مجمدة تم إنتاجها محلي أو مستوردة خطر؟ يعني تفاصيل كثيرة حول الأكل وشكنا الدائم وخوفنا الدائم من الأكل إذا كان خضار وفاكهة أو لحوم ودواجن. خلوني أرحب بضيوفي الكرام. دكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بوزارة الحجر البيطري والفحوص الزراعة. بوزارة الزراعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. ويبقى معي عبر صوت وصورة برضو دكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم وأهلا بالضيوف الكرام. خليني أبدأ معاك يا دكتور. دكتور حسين عن الأكل اللي بناكله أكل المصريين، هل هو غذاء سليم ومضمون ومن يراقب عليه؟ كويس جدا. هو لازم ان احنا نبص لل يعني حاجة بتوجهي لي انا السؤال. يا دكتور تفضل. في سلسله تداول الغذاء بتبدا من المزرعه الى المائده، وهي مسؤوليه مشتركه ما بين الجهات الرقابيه اللي تمثلها الحكومه والناس اللي بتصنع وبتنتج واخيرا المستهلك. احنا كنا في واقع ما كانش بالضروره يعني واصل لمرحله ارضاء المستهلك وان هو يبقى مطمئن بدرجه 100%، وده استلزم ان احنا نغير هذه المنظومه ونعمل نظام جديد لسلامه الغذاء في مصر بانشاء هيئه يكون همها الوحيد هو سلامة الغذاء وما عندهاش أي نوع آخر من المهام اللي ممكن تشغلها عن سلامة الغذاء. وكانت هناك
وده كان اتجاه عالمي موجود في بلاد كتيرة جدا، ان في هيئات متعددة ليها علاقة بسلامة الغذاء، بالتحديد في ابتداء من منتصف التسعينات بدأ النظام العالمي ده يتغير، وبدأت الدول تتجه الى انظمة متخصصة لسلامة الغذاء في داخل منظومة واحدة تبقى مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الغذاء. النهاردة لو احنا عندنا جهات متعددة وتحصل مشكلة معينة، على طول هتبص تلاقي كل جهة تقول لك ايوه الحتة دي مش عندي، الحتة دي عندي، دي يعني نبتدي نختلف وما نعرفش بالضبط المسؤولية فين او المشكلة فين. بالاضافة ان التلوث في الغذاء اصبح معقد الى درجة شديدة جدا، وتكنولوجيا صناعة الغذاء وتكنولوجيا الفحص في الغذاء، واحنا معنا استاذ فاضل الدكتور اشرف هو متخصص في المعامل وفي انواع الاختبارات، هو يعلم كويس جدا ان النهاردة الاختبارات بقت تتطلب خبرات واجهزة وتدريب عالي جدا. وفي نفس الوقت بقت عملية الرقابة نفسها اتغير مفهومها تماما، من ان احنا بناخد عينات عشان نشوف الحاجة ملوثة ولا لأ، ان احنا نتأكد من وجود نظام مطبق لسلامة الغذاء بدءا من المزرعة. في المرحلة السابقة في مصر كان الغذاء بعد الحصاد بيشتركوا فيه يعني جهات عديدة جدا، 5-6 وزارات بتختلف كل وزارة على حجم اهتمامها، وبعض الوزارات فيها اكتر من جهة مسؤولة عن حاجة في الغذاء. المحاولة اللي حصلت في سنة 17 القيادة السياسية قررت ان هي تضم هذه الهيئات كلها في جهة واحدة فيما يخص سلامة الغذاء من بعد الحصاد. دكتور، بعد ما ضمينا كل الهيئات في هيئة واحدة، لو تسمح لي، هل شكل رقابة اختلف وايه شكل رقابة اللي الهيئة بتقوم بيه؟ يعني احنا نتكلم الهيئة دي تم انشائها 2017، احنا لسه ما ضمناهمش، احنا لسه ما ضمناهمش. خدي بالك من حاجة مهمة جدا، في فرق كبير جدا ان انت مثلا يكون عندك مثلا قطاع التجارة الخارجية موجود في مع قطاع التجارة الداخلية، تقوم انت شايلة القطاع ده موديه في وزارة تانية، انما القطاع نفسه موجود، كان موجود. احنا لما جات القرار اصدار الهيئة، انت بدأت تكوني هيئة من العدم، بمعنى ان ليس لها موظفين، ليس لها مكان، ليس لها لوائح. لو احنا مشينا على نفس اللوائح اللي ماشي عليها الجهات التانية هنوصل لنفس النتيجة. يعني الهيئة لسه ما تشكلتش يا دكتور؟ فكان لازم الهيئة تشكلت، بس الهيئة ما لم تمارس اعمالها كاملة. الهيئة عمرها سنة ونص، السنة ونص دولت في بناء هيكل الهيئة والمكان بتاعها والمواقع بتاعها. يعني ابسط حاجة مثلا احنا دلوقتي عندنا الموقع بتاع القاهرة مؤسس ومجهز بالناس، هل عندنا اماكن متوفرة في بقية المحافظات؟ النهاردة وزارة الاسكان ادتنا 7 اماكن جديدة بنبتدي نشتغل عليهم خلال هذا الشهر والشهر الجاي. عايزين نفهم من حضرتك شكل الرقابة، كل ما نبتدي شكله ايه حتى مع قبل بداية عمل الهيئة واحنا بنجهز للهيئة، شكل رقابة على الاكل اذا كان خضار وفاكهة او يعني حاجات مجمدة، لحوم مجمدة، الشكل حضراتكم بتراقبوا ازاي؟ لا انا افضل ان انا اكلمك على شكل الرقابة بعد الهيئة ما تطلع، يعني في وجود الهيئة وفلسفتها ازاي. احنا لحد النهاردة عملنا حوالي 550 زيارة للمصانع. المصانع اللي احنا لقيناها مصانع مطابقة بعد مرة واثنين وثلاثة، وفقا لقائمة معلنة ومعلنة للمصنع، والمصنع عارفها واحنا بنروح نراقب عليها، واذا لقينا فيه حاجة مش مظبوطة بنديله اجراءات يصححها لحد ما يبقى صح، بنحطه في قائمة بيضاء. الى الان عدد المصانع اللي اتحطت في القائمة البيضاء حوالي 90 مصنع. وبنعلنهم في القائمة اللي موجودة على السايت بتاع الهيئة. تمام.
وماشيين بهذا الشكل وبدءا من مارس هننزل على المطاعم وهننزل على الاوتيلات، فاحنا واخدينهم واحده واحده. لكن ما نتوقعش ان في هيئه في خلال سنه نشات من العدم هتروح مسيطره على كل الرقابه في مصر في خلال سنه ونص. طيب. ده مستحيل. لو احنا عندنا لائحه الموارد البشريه لوحدها اخذت 11 شهر عشان تطلع. طب خليك معايا يا دكتور، خلي لو تتفضل بالبقاء يا دكتور. خليني دكتور اشرف، شكل الرقابة على استخدام المبيدات، هل لما نسمع كلمة مبيدات نقلق على طول؟ لا يعني طبعا. هل ده مش طبيعي في الزراعة؟ لا مش طبيعي يبقى فيه استخدام مبيدات؟ لا، هو حضرتك بالنسبة للمعمل وزارة الزراعة، هو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة معتمد من 20 سنة طبقا للايزو 17025، وده من حتتين، من الاتحاد الأوروبي أولا وثم الإيجاك اللي هي الجهاز الوطني للاعتماد. المعمل له همين أساسيين، هي السوق المحلي وتداول الانتاج النباتي كله خضار وفاكهة بتاع وزارة الزراعة، والتصدير دعم الصادرات المصرية. طبعا بيتصل بجهات فاعلة زي لجنة المبيدات، زي وزارة الزراعة، زي هو تحت مركز البحوث الزراعية. المعمل فيه اخر تكنولوجي بيعمل التحليل لاكثر من حوالي 650 بارامترز. طبعا هذه ال 650 فيها لست جامده جدا من متبقيات المبيدات، مغطيه اوروبا ومغطيه المبيدات المسجله والتي تستخدم في مصر والتي لا تستخدم احيانا. فطبعا بنبقى شايفين. دكتور ممكن اسال حضرتك عفوا على المقاطعه، يعني ايه متبقيات مبيدات؟ متبقيات مبيدات هو الجزء المسموح به قانونا التواجد به، التواجد في الاكل اللي احنا بناكله. طبعا ده بيكون تبع ستاندردز معينه او ليفلز معينه. من خلال مراقبه حضرتك يعني ما يتبقى في الاغذيه اللي احنا بناكلها ولا بعد؟ بالظبط، لان في اغذيه خاليه خالص، في اغذيه فيها متبقيات، ولكن في الحد المسموح به طبقا للستاندر اللي بتطبقه مصر، وفي اغذيه اقل من المسموح به طبقا للستاندر بتاع اوروبا على حسب طلبات الدوله المستورده. لو احنا بنصدر مثلا هذا الغذاء، يعني كل دولة ليها معايير مختلفة. طبعا الاتحاد الأوروبي كله له معايير، السوق الإقليمي. إيه أصعب معايير؟ مين الاتحاد الأوروبي طبعا. هم أصعب معايير في العالم كله، يليها الأمريكتين. يليها طبعا. وإحنا بنيجي فين بقى؟ إحنا بنيجي في الكودكس، ولكن إحنا بنطبق الاتحاد الأوروبي لسبب، لأن هي الداتا بيز الوحيدة الكاملة، لان احنا مستوردين للمبيدات، لكن في معايير قاسيه جدا في عمليات استيراد المبيدات وتسجيلها طبقا لقرار 974 لسنه 2017، وده القانون الحاكم لتداول واستخدام المبيدات يعني في مصر. يعني احنا بنلتزم بمعايير الاتحاد الاوروبي. طبعا احنا لينا معايير. طبعا. طيب انا عايز اسال حضرتك، من خلال عملية الرقابة على الخضار والفاكهة نقدر نقول نسبة قد ايه بتبقى سليمة صحيحة صالحة للأكل، والنسبة اللي بتجيلكم قد ايه بتلاقوا فيها مشاكل؟ في ايه يا فندم؟ في الخضار والفاكهة. في كلها على بعض؟ تقريبا. اقول لحضرتك في الخضار والفاكهة لا تتجاوز النسب 4% كتوتال خضار وفاكهة، توتال كل انواع الخضار والفاكهة بالنسبة لأعداد المحلات. طبعا إحنا الكاباستي بتاعتنا حوالي دلوقتي بوصلت لغاية 100,000 عينة في السنة، كل عينة تمثل شحنة سواء مصدرة سواء متداولة. طبعا 100,000 عينة في السنة ده كاباستي عالي جدا، أنا بستقبل زيادة عن 500 عينة في اليوم، بقدر أن أنا أحللهم كاملا واشوف مستوى متبقيات المبيدات فيهم. طبعا ده غير الاكتيفيتيز الثانيه اللي هي الهيفي ميتالز، الفيترينري دراجز في الحاجات اللي ذات اصل حيواني، المايكروبيولوجي، الفود اديتيفز، الافلوتوكسينات، كل الباترن بتاع الذي يضر
الانسان او يؤثر. عايز اسال حضرتك الحاجه يا دكتور، هل في عمليه رقابه تقريبا لكل الخضار والفاكهه في مصر؟ اكيد احنا مطبقين حاجه اسمها الخطه الوطنيه لرصد متبقيات المبيدات في مصر، واخدين 14 محافظه زراعيه ل 25 محصول ل 17 سوق مركزي. طبعا بنشوف كافه انواع الخضار والفاكهه المتداوله في هذه الاسواق، وبعدين بنحاول ان احنا نودي الدعم او الوعي للمزارع بطرق مختلفه، عن طريق ارشاد بيروحوا لمحصول معين في محافظة معينة احنا شايفين ان هو تجاوز الحدود القصوى. احنا عندنا المحافظات مثلا مشهورة بمحاصيل معينة يعني مثلا أسيوط، رمان، غربية، بطاطس، مثلا فراولة، أليوبية، الحاجات دي احنا عارفينها تماما ومراقبينها بشكل بشع يعني. وكل ده بيصاغ في تقرير سنوي بيرفع للجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومنها ملخصه بيطلع لمعالي وزير الزراعة شخصيا. طبعا هذه المعلومات تعتبر من أكثر المعلومات اللي هي خاصة بأكل المصريين. أنا هرجع لحضرتك في الشكل البشع اللي بيتم بيه الرقابة على الخضار والفاكهة تحديدا. خليني دكتور أحمد، أيضا فيما يتعلق باللحوم والاستيراد والدواجن المجمدة، كيف بيتم الرقابة عليها؟ بقول لحضرتك الاول احنا بنستورد ايه. يعني الحجر البيطري تبقى رايح كرانتينات الخاضع على قانون وزاره الزراعه، مسؤول عن استيراد سواء حيوانات حيه او منتجاتها. منتجاتها تشمل بقى البان او الدواجن او الاسماك او اي نوع من انواع المنتجات ذات الاصل حيواني، دي بينظمها القانون بيدي مسؤوليتها للحجر البيطري. عايز اقول لك على حاجه الاول في البدايه خالص، ان احنا يعني لينا من الاجراءات المشدده ان احنا بنضمن بيها ان الحاجه توصل الاراضي المصريه لازم بتكون مطابقه للمواصفه المصريه القياسيه المصريه، ومفيش حاجه تقدر تعدي اي منفذ من مواني الا اذا كانت فعلا مطابقه من ناحيه الفحوصات. فحوصات بنبعت فحوصات وزاره الصحه، بنبعت فحوصات معامل بحوث صحه الحيوان، دي معامل معتمده، بنبعت معامل متبقيات. جميع الفحوصات بتتم على السلع المستوردة، ما بتسمحش بدخولها الأراضي المصرية إلا إذا كنا متأكدين تماما لمطابقتها للمواصفة المصرية. وزي ما بيقول الأستاذ الدكتور أشرف، المواصفة الأوروبية هي أساسنا إحنا اللي عاملين المواصفة المصرية بتاعتنا. يعني إجراءات شديدة الصرامة. وعايز أطمنك برضه على حاجة تانية، إن كثير إن إحنا بنروح بنعتمد أو بنسجل مجازر اللي هي تسمح بالتصدير لمصر سواء دواجن أو لحوم أو أي نوع من المجازر الأخرى. إن كثير من دول العالم بتطلب تسجيل المجازر ديت لدى السلطات البيطرية المصرية وما يكونش ليه عمل في مصر. مجرد إن أقول لك المجزر ده سجل في مصر للتصدير، دوت بيتيح له أسواق في العالم كله. يعني إحنا مصر عندنا من الإجراءات المشددة اللي بنحطها ومجموعة الضوابط اللي بنحطها لفحص هذه المجازر، دي مجموعة عالية جدا على مستوى العالم. خليني أسألك يا دكتور، إنه دايما لما بنسمع لحوم أو دواجن مجمدة وتحديدا بقى لو عليها تخفيض في الأسعار أو سعرها رخص شوية، خلصت بقى يعني، تقول لك ده فيها بقى دي فاسدة. حضرتك أنا بقول لحضرتك دلوقتي كلمة دواجن مجمدة مستوردة من ساعة لما تخش بالميناء، ده ليها فترات صلاحية، ليها حد مسموح عن أكتر من نص المدة في ساعتها لازم يبقى موجود. طبعا كل لما المنتج صلاحيته بتبتدي تقرب تخلص بيبتدي يخفض في سعره عشان يبيعه ويتخلص منه بدل ما يبوظ وينتهي صلاحيته. ده عايز اقول لك على حاجه كمان الناس هتكون مطمئنه تماما، ان الصلاحيه فترات الصلاحيه في مصر نص صلاحات فترات الصلاحيه على مستوى العالم. يعني لو العالم مثلا صلاحيه اللحمه المجمده سنتين، نديها احنا نفس السنه في مصر كل سنه. حقيقي دي اصلا كمان قوانين الصلاحيه عندنا هي قديمه، عشان كان ما عندناش تلاجات، ما كانش عندنا ثلاجات، ما كانش عندنا عربيات مبرده، ما كانش وما زال السريع يطبق هذه. طب اسالك الحاجه يا دكتور، يعني دلوقتي لو انا رحت شفت دواجن او لحوم مجمده وعليها سيل رهيب او عليها تخفيض اشتريها عادي تتاكل عادي؟ هتلاقي حضرتك ان صلاحيتها قربت بس ما انتهتش. لو انتهت بتصادر على طول. ده عايز حضرتك كمان ان لما اللحوم او الدواجن او الاسماك او الالبان او اي منتج بيوصل المواد المصريه بيحصل فيه ايه؟
بتعمل لجنه ثلاثيه من ثلاث وزارات هي وزاره التجاره والصناعه ممثله في رقابه على الصيدليات والرياضات، طبعا الحجر البيطري ممثل وزاره الزراعه ورقابه الاغذيه ممثله وزاره الصحه. ثلاثه بتشكل لجنه بتسحب العينه وتكود بمعرفه وزاره التجاره، لسبب ان العينات دي بتروح معامل وزاره الصحه بتروح معامل وزاره الزراعه. فمحدش يعرف العينه دي خاضعه لانه رساله الا الان بالتكويد بتاع وزاره التجاره والصناعه. بتروح بتتفحص فحص كامل، سواء بكتيرولوجي سواء متبقيات سواء فيرولوجي صلاحيه، كل الفحوصات، ولازم نتيجه المعمل البيطري ومعمل الصحه تكون متطابقه او يكون الاثنين فاليد للمنتج دوت. لو معمل في الاثنين سقطت العينه فيه، لا متاسف. انا هرجع لحضرتك في مساله الصلاحيه او تاريخ الصلاحيه وايه اللي مش خطر وايه اللي خطر. خلينا عايز ارجع لدكتور حسين. دكتور حسين، يعني يمكن في نهايه حديث حضرتك كنت بتكلمني عن حمله مكبره وحمله شديده على تقريبا كل الفنادق والمطاعم، بتستهدف ايه يا فندم من خلال هذه الحمله؟ لا يا فندم، مش حمله، لا لا لا، احنا ما بنعملش حملات يا فندم. احنا بنعمل رقابه منظمه مش حملات. ايه شكل الرقابه المنظمه؟ ان لازم كل مؤسسه، ما انا هقول لحضرتك اهو، لا الرقابه المنظمه لازم يكون في خطه معموله ل يعني انت النهارده مثلا يعني ناخد قطاع اللحوم اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه. هل انت عمرك شفتي لحوم منقوله في الشارع في عربيات مكشوفه؟ لا، ما شفتيش ابدا. عمرك ما شفتي لحمه معروضه في على العربيه نص نقل مثلا؟ لا شفنا. لا طيب. شفت. ما شفتيش جزار معلق لحمه في الشارع؟ لا طبعا شفنا، طبعا شفنا. ما شفتيش جزار بيذبح لحمه في الشارع قدام المحل بتاعه؟ لا، ده المشهد الطبيعي يعني. شفنا طبعا يا دكتور. ده اللي احنا عايزين نغيره يا فندم. الرقابه يعني طبعا يعني بالنسبه فندم، الرقابه على المطاعم والفنادق لو تسمح لي، هل احنا بنستهدف كل المطاعم والفنادق والعمليه دي ازاي بنضمنها والى اي مدى هي عمليه صعبه؟ لو نقدر نتكلم عن الافات والافات. أيوة. مؤلفه من المطاعم يعني. ايوه، زي ما عملنا في المصانع بالظبط. لما عملنا المصانع قعدنا الاول عملنا لقاء مع الغرف الصناعيه والمصنعين، بدأنا نشرح لهم أهمية إن هم يلتزموا بنظام معين، وقلنا لهم إيه هو النظام. جزء يختص بالعاملين، جزء بالنظافة، الحمامات، وجود صابون، وجود كل الأشياء اللي هي تضمن إن العملية التصنيعية بتتم بشكل سليم ولا تؤدي إلى تلوث الغذاء. نفس الحكاية في المطاعم، ونفس الحكاية في المحلات الريتيلر اللي هي زي كارفور وزي أولاد رجب وزي كل البقالين وزي كل الناس، لازم تكون في ممارسات سليمة داخل المنشأة. لما بتيجي مثلا بتتكلمي على حتى محل فول وطعمية، الرقابة على طريقة عمل السلطة ومدى النظافة بتاعتها ومدى احتمال تلوث النوتشات اللي بتطلع وهلم جرى. دكتور، خليني اسال حضرتك عن الاماكن اللي بتتم زيارتها. هل مثلا بتاخد شهاده اعتماد؟ يعني لما حضراتكم بتروحوا الاوتيل او فندق او مطعم، هل بتاخد شهاده انه هذا المكان امن او مش عارف؟ اتفضل. بالظبط كده. دلوقتي يعني احنا قدامنا حلين نمشي فيهم. اتفضل. حل ان احنا كل ما نلاقي حاجه مش مظبوطه نقفلها، وحل ان احنا نشجع التغيير ثقافة السلامة وان الناس تتحسن. احنا خدنا الاتجاه التاني، ان احنا اللي ينتظم ويبقى كويس نعلنه ونكتب اسمه ونقول ده موجود في القائمة البيضاء. يبقى انت عندك كمستهلك عنده القائمة البيضاء للمطاعم، عنده القائمة البيضاء للأوتيلات، عنده القائمة البيضاء للمحلات العامة، عنده القائمة البيضاء للمصانع. يبقى في الحالة دي بقى المستهلك مسؤول ان هو يشتري او ما يشتريش من المكان الكويس. لو احنا النهاردة ما احناش راضيين، يعني مثلا ناخد قطاع بالتحديد قطاع الجزارين مثلا، مش مفروض لحوم تتعلق في الشارع. يبقى لو النهاردة جيت وقلت النهاردة هنغلق الجزارين اللي بتعلق لحوم في الشارع، يبقى هتقفلي كل الجزارة اللي في مصر طبعا.
هل ده حل؟ هنعمل ايه؟ طب احنا هنعمل ايه يا دكتور؟ يعني انا عايز اعرف فنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ هقول لك اهو هنيجي بقى نبتدي بالجزارين اللي هم هينطبقوا عليهم. المطلوب منهم حاجات بسيطة. يعني مش مطلوب منهم تعجيز، لازم تكون حاجات بسيطة تؤدي إلى عدم تلوث اللحوم. طب طول ما اللحوم متعرضة لدرجات الحرارة رسوم او نحط شكل من اشكال العقوبة اللي ممكن تكون غرامات او ما شابه، لانه مسألة لو حضرتك هتحصل في المرحلة اللي حضرتك ذكرت هتحصل دي الجمهورية كلها يعني. بص فضل. بص يا فندم، بص يا فندم، حضرتك النهاردة القانون بتاع المجازر معمول سنة 1893. فانت عندك ثقافة موجودة للأجيال، لخمس أجيال، احنا الجيل الخامس من الثقافة اللي ما بتتغيرش. فانت ما تتوقعيش انك انت في يوم وليلة هتغيريها. فلو انت بدأت بالعقاب زي ما قلت لحضرتك هتقفلي الناس كلها. ده مش الحل. ده مش الحل. فالحل هنا ان احنا يعني انا بقول لك مستوى الجزارين بصفة عامة في اسكندرية اعلى شوية من القاهرة مثلا. تروحي بقى توصلي لحد الارياف مفيش حاجه خالص. لان حتى لا ما بيذبحوش في مجازر يعني والفلاحين نفسهم والمزارعين اللي ساكنين في الاماكن دي ما بيفضلوش يشتروا الا من الحاجات اللي بتتذبح في السوق وتتعمل قدامهم. فاحنا هنا تغيير الثقافه دي برضو. ايوه وحد قال لهم ان ده غلط؟ لا هنقول لهم في عندنا جهة مسؤولة عن هذه التوعية؟ طيب احنا خلينا مش موجودة النهارده بقى هيئة سلامة الغذاء. أيوة. فيها إدارة مخصوصة للتوعية وتغيير الثقافة. طب لو حضرتك خليك معايا يا دكتور، احنا نتكلم من القانون بقاله 125 سنة. هو طبعا القانون اللي شغال يعني في تعديلات كتير حصلت. القانون هو قانون 53 ده كان سنة 67 وتحصل له تعديلات كتيرة قوي بعد كده. هو حاليا دلوقتي كمان خلال العشرة ايام اللي فاتت دولت تم تعديل القانون ببنوده وتعرض على الاصلاح التشريعي بوزارة العدل وبيراجع ورجع في الاصلاح التشريعي هبتدي يعرض على الوزارات المختلفة الاقرار بتعديلاته بتشديد العقوبة. لازم عقوبة تبقى مغلظة. انا اقول لك بس هل يصلح يا فندم من 125 سنة عندنا حضرتك؟ لا بقول لك حضرتك عدلنا القانون خلال السنة اللي فاتت دي كلها قاعدة عندنا لجنة مختصة شاركنا فيها جميع. عايز اقول لك حضرتك بالنسبة لقانون خاص الطب البيطري هو طبعا جزء من قانون الصحة الحيوانية جزء من قانون الزراعة. أيوة. الجزء الخاص بالطب البيطري قعدنا فيه كمجموعة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قعدنا فيه مع الزملاء في النقابة، قعدنا فيه مع الزملاء في الجامعات، بعتنا نسخ لجميع مديريات الطب البيطري لمراجعتها وطلع صيغة قانون اعتقد انه هيكون حاسم وجاد وفي متغيرات كتيره قوي. والقانون ده مر بمراحل كتيره اخرها كان خلال يوم الخميس اللي فات خلصنا فيه موضوع الاصلاح التشريعي تبع وزاره العدل عشان يبتدي بعد كده يعرض على الوزارات المعنيه المختلفه المشاركه معانا لمراجعه بنوده اذا كان في تداخل ما بينه وبين القوانين في وزارات اخرى ولا لا عشان يتم طرحه بعد كده لتصويتنا للشعب. خليني اسالك يا دكتور اشرف، حضرتك بتاكل من الخضار والفاكهه اللي في السوق ايضا؟ اه طبعا، بس انا عايز اعلق على حته المطاعم قبل ما نعدي عليها. في بعض المطاعم اللي هي اللي بتطبق health safety بالنسبه عندها بتاخد معايير سلامه معينه بتاخد عندنا swab samples لكل الادوات بتاعتها والمطابخ حتى العرض وحتى لان التلوث بتاعها بتاخد من عندكم عينات ليها علاقه؟ لا هي احنا هي بتاخد عينه مجرد سواب يعني عباره عن هي حاجه معقمه حاجه معقمه جدا وفيها في اخرها زي قطنه كده معقمه برضو وبياخد المتخصص عندهم مجرد مسحة من هذه من المطابخ والأدوات وبتحلل كلنا على حدة وإحنا بنثبت لو كانت دي ملوثة أو غير ملوثة بكل القائمة بتاعت البكتيريا اللي هي مفروض مسببة الأمراض. وبعد كده بيتلوها خطوات أخرى علشان الراجل ده يبقى يثبت لأي أوديتور يجي أو أي محقق يجي ان ادواته
وطاولاته والمواد اللي بيستخدمها والأكل اللي بيستخدمه معقم ويستطيع ان هو يتعامل معاه في المقدمين وفي ولقاء هذا بيحصل على شهادة من معينة من اللي هو المسؤول عنه ان هو مطابق للمواصفات. على فكرة كل المواصفات المصرية احنا دي اللي بداية الخط بتكون مستقاة من المواصفات الأوروبية معظمها يعني متبنى من ده. في حاجات تانية الايزو وفي حاجات تانية دولية. عايز ارجع لحضرتك في موضوع المطاعم بس خليني اخلص جزئية الخضار والفاكهة. هل احنا بشكل روتيني وبشكل يومي تقريبا بيتم مش عارفة تحليل ولا شكل رقابة على الخضار والفاكهة؟ الخضار والفاكهة كله احنا بالنسبة لنا روتيني. احنا ما لا نشارك في اخذ العينة ولكن في اضيق الا في اضيق الحدود لان اخذ العينة او السامبلينج بتاع العينة من سوق مركزي مثلا متعب جدا وانا لازم اتبع الاشتراطات بتاعة السامبلينج من كذا فيندور موجود او من كذا بائع موجود علشان اجمع مثلا عينة مجمعة قدرها 5 كيلو او 3 كيلو او 4 كيلو من 5-6 بياعين موجودين في السوق المركزي ده جايبين من محافظة او حوض معين او قرية معينة في الاخر بتصب كل العينات دي في هذه المحافظة. الخطة احنا رسمينها مع اليونيدو وشارك فيها وزارة الصحة بما فيها سلامة المندوبين عن سلامة الغذاء بما فيها وزارة التموين بما فيها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما فيها وزارة الزراعة بما فيها كل وطبعا لجنة المبيدات وخدنا كل الآراء وبنينا الخطة على هذا الأساس. بتتاخد عينات الخضار والفاكهة بتعامل في التحليل زيها زي بالضبط الغذاء المصدر وبعد كده بتطلع شهادة. احنا بالنسبة لنا الداتا دي بتجمع في السيرفر بتاعنا احنا ما بنتخلص من هذه النتائج. في الاخر بنقدر نصيغ لان النتائج محفوظة طبعا بنصيغ تقارير مجمعة بتقدر تقول مستوى التلوث ان وجد في بعض المحاصيل ان زادت بالنسبة لمستوى التلوث قد ايه نسبة مقبولة؟ هل في نسبة اصلا مقبولة؟ ولو زادت اللي حصلت وليه بيترفض بعض الشحنات والخضروات والفاكهة في بعض الدول العربية؟ الرفض في بعض الدول العربية لان الدول العربية هي اثرت ان هي تعمل ان هي تتبع السوق الأوروبية المشتركة أو الاتحاد الأوروبي اللي هي أصعب ستاندردز عندنا عندهم يعني أصعب من عندهم ستاندردز في العالم معايير في العالم في العالم أصعب معايير في العالم بالضبط كده. فطبعا أنا بالنسبة لي براقب يعني لازم أشوف أقل من هذا الستاندر عشان أقول لهم هذا الغذاء يشمل أو لا يشمل يعني يقدر نعديه. المشكلة إن هو أنا ما بعديش غذاء ملوث او غير مطابق بلاش نقول ملوث غير مطابق للمواصفات الاوروبيه طالع للدول العربيه. لكن طبعا في تجاوزات بتحصل من الحجر مثلا او موظفين مش امناء في عمليات سحب العينات لان انا لا اشارك في العينه لهذا السبب العينات الرسميه فالحجر هو المسؤول عن العينه. انا العينه اللي بتجي لي مكودة مرصصة من مزارع مكودة معروف أصلها وفصلها وجاية منين والله اتقبلت طبقا للاتحاد الأوروبي أهلا وسهلا بتعدي ما اتقبلتش ما بتعديش ما بتعديش يعني بتنزل في السوق المحلي طبقا للستاندر الأوروبي. على فكرة معظم العينات للصرامة التحليل والقرار احنا كمان يعني ما بنحاولش ابدا نقبل او نتجاوز في موضوع الحدود. عايز اسال حضرتك على ضمانتك يا دكتور وضمانة وزارة الزراعة لو ينفع يعني الخضار لا وينفع والفاكهة
اللي في السوق المصري آمنة 100%؟ مش كلها يعني، في بعض المواسم ومشينا كده بقى. لا مش كلها طبعا، يعني في حاجات فيها نسب تجاوز. ونسب التجاوز زي ايه او نعرفها امتى او اللي بتفرق من موسم لاخر؟ اقول لحضرتك يعني مثلا في بعض لازم اي محصول بيبقى فيه نسبة تجاوز، بس يعني طبقا للتجاوز الاوروبيين نفسهم عندهم نسب تجاوز تتجاوز 6 و7% في محاصيلهم لنتيجة لمبيدات معينة أو متبقيات معينة طبقا للستاندر بتاعهم، وأنا براقب بنفس الستاندر. البروسيسنج في بعض الأحيان بيكون حل ظريف جدا لبعض الحاجات، زي مثلا العصير أو المربات أو الحاجات اللي هي البروسيسنج عموما، تحويلها يعني مثلا هم المزارعين لما لقوا أن المعمل مثلا بيرفض السنة اللي فاتت حوالي 20% من الجوافة، بدأوا أن هم يعملوها كونسنتريتس دلوقتي مركزات وبدأت تعدي كلها وما فيش عندي اي نوع من المشكلات اللي هي بيواجهوها. البرتقال في نسبه تجاوز، اللي اخيرا من اسبوع كانوا بيقولوا على البصل وانا عندي 99% من البصل الفريش مش متجاوز، 1% فقط هو المتجاوز. فده هل نسبه التجاوز دي تخوف؟ يعني هل يا دكتور لا 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 لا. نسبه التجاوز دي ممكن تؤدي الى اورام وسرطانات لا 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 زي لا ما لا الناس لا بتقول؟ لا لا لا، لسبب بسيط. لان احنا بنستعمل مبيدات ذات بطاقه زرقاء وصفراء وخضراء اللي هي امنه الاستخدام. البطاقه الحمراء اللي هي فيها التوكسيكولوجي بتاع المبيد نفسه عالي، بدانا ان احنا نعمله ريستريكشن او ريستريكتد يوز بيستيسايد، يعني استخدام مقيد على هذه المبيدات. ممكن اخش التعليق عن اتفضل يا دكتور. انا جاي لحضرتك كمان على الموضوع اللي هو حضرتك الادويه المبيدات والمتبقيات. عموما اي دواء في الدنيا او اي مبيد لازم ليه فتره سحب معينه من ساعه لما تديه لغايه لما تحصدي الحصاد او تذبحي الحيوان. بتتابع فتره السحب المكتوبه على علبه الدواء دي، خلاص انتهى، هيطلع عنده ريزيديو مش موجود. يعني ايه فتره سحب؟ فتره السحب يعني اي دواء انترفال مثلا في الزراعه لازم الجسم بيتخلص منه او الزرع بيتخلص منه خلال فتره معينه. الزرع بيتخلص منه طبعا دي فتره معينه يتخلص منها. اتعد لو الفلاح او او الجزار ذبح قبل فتره السحب دي هيطلع فيه نسبه من الادويه المتبقيات. فعشان كده الموضوع مش وزاره الزراعه لوحدها. الموضوع الاعلام عليه عامل كبير قوي. احنا عندنا قسم للارشاد، اداره عامه للارشاد في وزاره الزراعه سواء بيطري او زراعي، وموزعه على الجمهوريه كلها. بس في حاجه مهمه قوي، ان الاعلام لتغيير سلوك الناس. انا مثلا عندنا ممكن الاقي في قريه من القرى حيوان عيان، بدي مثلا حيوان عشان ده تخصصي يعني. أيوة. يجي الفلاح يذبحه، اهل القريه يتعاطفوا معاه، يروحوا ياخدوا منه 2 كيلو 3 كيلو عشان خاطر يقللوا من خساراته، مش عارفين دوت اصلا ممنوع. فالارشاد وتغيير سلوك الناس دي مسؤوليه يشترك فيها جميعا. خليني اسال حضرتك يا دكتور نفس السؤال، هل نقدر نقول انه كل كيلو من اللحوم او الدواجن اللي داخله مصر امنه للاكل؟ ما دام حصل عدت المينا لازم تكون امنه، لازم 100% تكون امنه ما دام عدت المواد المصريه. طب لو حضرتك قلت على مساله غير كده بتترفض كده كده حضراتكم بترفضوها من بره. حضرتك ذكرت مساله السحب انه ساعات بيكونش في وعي عند الجزار او المزارع وبيذبح او بياخد المحصول قبل السحب المبيدات منها. هل في خطوره؟ يعني دي بتشكل خطوره؟ بص حضرتك انا عايز طبعا تشكل خطوره لو في حاله ان المبيد ده التوكسيستي بتاعته عاليه او الدواء ده ليه توكسيستي عاليه. لكن لو التزم بالتعليمات الموجوده على الليبل او على بطاقه البيانات الموجوده على العبوه اللي بيستخدمها، يبقى كده اتخلصت من المشكله دي. فطبعا التوعيه سواء مشتركين احنا كوزاره فيها او حضراتكم كاعلام لازم تركزوا على الموضوع دوت. مع طب افرض حاجه عدت يا دكتور من تحت ايديكم، حاجه عدت تحت، وفي يعني بصي حضرتك اقول لك على حاجه، في ممكن حاجات تعدي من تحت ايدينا، حاجات تعدي من تحت ايدينا دوت على المستوى المحلي، ان انت مش قاعده قدام بيت كل واحد قدام كل جزار بيذبح.
لكن بالنسبة لحاجة تخش المواني المصرية مفيش حاجة تعدي تحت ايدينا. بتعمل ليها فحوصات كاملة في معامل مختلفة ومعامل مرجعية ومعامل معتمدة للفحوصات دي. فما فيش منها خوف مدام حصل لها بصد او خلاص اخدت انها تعدي من المينا. لكن محلي طبعا مش هنقعد بقى حاطين عسكري فوق راس كل واحد بيذبح او مناديت مسؤولية مشتركة يعني من جهات كتيرة قوي يعني. خليني دكتور حسين عايز اسال حضرتك امتى نقدر نقول انه الهيئه هيئه سلامه الغذاء بتراقب على كل مصادر الغذاء في مصر وان احنا بقينا بنتكلم عن رقابه كامله للغذاء للمصريين؟ يعني في خلال اقل من سنتين هتبقى جميع انواع الرقابات اللي موجوده حاليا في اي جهه اخرى انتقلت لهيئه سلامه الغذاء وهيئه سلامه الغذاء انفود باور. انا كنت اود ان انا بس اسال سؤالين بالنسبه للمبيدات تعقيبا على اسئله حضرتك. اتفضل. اول سؤال الفحص العينه الواحده بيكلف قد ايه؟ فبيكلف رقم. كويس. طبعا انا هسيب الدكتور اشرف يقول لنا الرقم ده كام. لو احنا بنقول ان احنا عملنا رقم من العينات 100,000 50,000 10,000 5,000 هنضربه في الرقم ده هيطلع رقم كبير جدا جدا. كويس. تمام. السؤال اول سؤال بسيط جدا يعني انا النهارده لما احب اعمل اخد عينات اخدها من المزرعه ولا اخدها من الاسواق؟ لو انا رحت خدت عينه من الاسواق وطلعت النتيجه بعد اسبوع والناس كلت الحاجه اللي انا خدت منها العينه، انا استفدت ايه اكتر من ان انا عرفت ان في مستوى تلوث قدره كام في الميه موجود في السوق؟ بس ده اللي انا عرفته. انما ما وقفتش الخطر اللي كان المستهلك هياخده. لو انا باخده من المزرعه وبعمل رقابة حقيقية على المزرعة واللي قاله الدكتور أحمد إن في فترة انسحاب للمبيد وأنا خدت العينة والنبات مازال في المزرعة يبقى أقدر إن أنا أرجع للمزرعة تانية وأنا محدد مكانها. لأن أنا لما باخد عينة من السوق أنا معرفش العينة دي جت منين أصلا. يعني أنا رايح في سوق عام أو في محل خضري وخدت منه عينة، العينه دي جايه من عند كام فلاح ما نعرفهمش هي مين. انا بشكرك دكتور. ملهاش قيمه هذه العينه ان انا اخدها. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور واعتقد انه فعلا دي اسئله مشروعه جدا ولازم يكون لنا لقاء وحديث اخر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين منصور رئيس الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، دكتور احمد عبد الكريم رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري بوزاره الزراعه، ودكتور اشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات. بشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير اكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل والحديث عن مكافحة الإرهاب في مصر وخلاص يعني نتكلم عن قرب احتفالات يناير. تفضل. أملك رسالتنا. رسالتنا من جديد اهلا بحضراتكم. يمكن في بدايه هذه الحلقه كنت طبعا احنا مقبلين على 25 يناير عيد الشرطه المصريه، وزي ما قلت لحضراتكم الحقيقه انه نحاول على قد ما نقدر ما تفوتش اي فرصه
نحن نتحدث عن مكافحة الإرهاب ومكافحة الدولة المصرية للإرهاب وشكل الحرب اللي بالفعل دائرة ده كان على الحدود المصرية وهذه البطولات وهذه الملاحم الدائرة اللي اعتقد انه مش بس المصريين فخورين بها ولكن المنطقة كلها. خلوني أرحب بضيفي الكريم سيادة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خليني أبتدي بالشرطة المصرية وإننا داخلين على أعياد 25 يناير وفي البداية يعني حابة أسأل حضرتك هل بعد 2011 قدرت أو الثقة رجعت هل رجعت بين المواطن والشرطة؟ طبعا بحد كبير وبصورة يعني الحقيقة إيجابية جدا وإيجابية من كلا الطرفين إذا جاز التعبير بأنهم طرفين. وهو الحقيقة الأمر كله نتحدث عن كيان واحد شعب مصري متكامل بعض من أبنائه يعملون بجهاز الشرطة، يعني هذه هي أصل المعادلة. لكن لو كما يعني يحلو للمتابعين واللي بيقدروا المشهد النهاردة أنهم يتحدثوا عن علاقة ما بين الشرطة وما بين الشعب، الحقيقة الفضل الأول اللي لابد يذكر في هذه اللحظة لتحسن هذه العلاقة وعودتها إلى نصابها وإلى وضعها الطبيعي هم الشهداء الأبطال من أبناء الشرطة، وهم أسر هؤلاء الشهداء، وهم المصابين والمصابين بإصابات جسيمة ويجلسون في منازلهم في صمت بطولي. الحقيقة الشعب المصري عنده درجة عالية من الحساسية والتلقي الذكي جدا جدا، وبمجرد ما لمح أن هذا الجهاز الوطني فعلا يزود عن الوطن كما تنص عليه الكلمة وكما هي معرفة من الناحية الوطنية، بمجرد أن تابع هذا البذل الحقيقي من هذا الجهاز من أكبر منصب في جهاز الشرطة إلى أصغر مجند فيه لم يكن هناك فرق. وزير الداخلية بيتعرض لمحاولات اغتيال من الإرهاب وهو متوجه إلى عمله، والجندي البطل المحترم موجود في موقعه اللي هو معين فيه بيتلقى الرصاصات بصدره وببطولة وبإقدام. كان هذا يعني مفردات مشهد تؤذن مباشرة ان احنا راجعين للأمر في نصابه الطبيعي وان هذا مكون رئيسي من مكونات الشعب المصري والأسر المصرية اللي قدمت هؤلاء الأبطال. واعتقد ان المعادلة عادت الى وضعها الصحيحي والطبيعي. من حضرتك كلمت عن عنصر هام جدا وعن مسألة هامة جدا وهي الشهداء والمصابين من الشرطة المصرية في صمت، يعني أعتقد أنه ده أفضل تعبير. والحقيقة أنه يعني بعد كل عملية وبعد الأعداد من شهداء الحمد لله يعني ما بتبقاش كبيرة بس أكيد من أهالينا ومن إخواتنا. خليني أسأل حضرتك عن العمليات الإرهابية اللي تحديدا في 2013 وما بعد ذلك والدور الكبير اللي قامت به الشرطة المصرية خلال هذه العمليات ومكافحة هذا الشكل من الإرهاب وإنقاذ البلاد من الإرهاب اللي كان في مرحلة ما قريب مننا كلنا جوه. لو بنتكلم بعد 2013 الحقيقة كما يعني أعدنا الأمر لأهله بشكل من أو بدرجة من درجات الموضوعية علشان نكون يعني متفهمين لمفردات المشهد، 2013 الحقيقة اللي تصدى إلى مسألة مكافحة الإرهاب منذ اللحظة الأولى كانت القوات المسلحة، ويجب أن يذكر أبطالها أيضا وشهدائها ورجالها الأبطال اللي كانوا موجودين الحقيقة من اللحظة الأولى ل 30 يونيو 2013 مع موجة الإرهاب الكبيرة جدا اللي كانت بتحاول تقاوم الثورة المصرية في هذا التوقيت. القوات المسلحة ليه كانت في المقدمة؟ لأن الأمر كان ربما يتجاوز حتى إمكانيات جهاز الشرطة. الشرطة دخلت سريعا في مهام مشتركة مع القوات المسلحة وبدأ الأمر نوع من أنواع تنسيق العمل على اقتسام المهام، في بيشتغلوا في مناطق بعينها، لكن
كانت الحقيقة كل الأجهزة في هذه اللحظة، ما ننساش أجهزة الاستخبارات بنوعيها كانوا موجودين ومنخرطين في هذا العمل، دول أيضا جنود مجهولين، لكن ما كانوش مجهولين في هذا التوقيت الحقيقة، كانوا حاضرين وحاضرين بقوة. الجميع كان يدرك حجم الخطر اللي كان بتتعرض ليه الدولة المصرية، وكان يعني مصير الدولة نفسه على المحك بصورة كبيرة جدا. ما كناش شايفين أي اختلاف ما بين المواطن المصري والشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو واستمر يخرج في 26/7 وفي 14 أغسطس ويؤيد الدولة ويؤيد ما خرج به أو ما استطاع إنجازه في 30 يونيو. كان هناك حقيقة يعني منظومة متناغمة كبيرة جدا جدا كانت بتشتغل في مسألة استرداد الوطن المصري واسترداد الأمن، كلهم فيما يخصوا انتوا حضراتكم تحديدا في الإعلام. كانت الاستوديوهات المصرية من دون أي اتفاق كان كلها مجندة من أجل الدفاع عن الوطن، من أجل الإشارة ناحية المخاطر. هذا التناغم الحقيقة هو اللي كان يعني سيد المشهد في هذا التوقيت. لكن لو كلمنا عن المكافحة المباشرة للإرهاب كانت القوات المسلحة وكان جهاز الشرطة. يمكن التواريخ اللي حضرتك ذكرتها كانت المرحلة الهامة جدا والفارقة بين شكل العلاقة بين الشرطة المصرية والشعب المصري وعودة العلاقة إلى قوتها وشكلها الطبيعي، أعتقد لو نقدر نقول كده سيادة العميد. خلال حديثك يا فندم حضرتك ذكرت ودايما في الفترة الأخيرة بنتكلم عن شكل التعاون بين الجيش والشرطة في عمليات معينة، ويمكن أنا أصلا بشتغل أكسترا يعني في أكشن نيوز أخبار، فدايما بيكون عندنا تقارير عن شكل العمليات اللي بتقوم بيها الشرطة المصرية والجيش أو القوات المسلحة، إذا كان في سيناء أو حتى في الداخل في فترة معينة اللي كانت فترة حرجة من أو بنقابل أو بنشوف شكل عمليات إرهابية مختلف. إيه مهام الجيش وإيه مهام الشرطة في عملية واحدة؟ الحقيقة كان ليه بنقول إن القوات المسلحة دخلت بسرعة في البداية وما كانش الأمر يحتاج إلى مزيد من التفكير أو ما كانش فيه رفاهية الوقت، لأن في إمكانيات يعني هائلة وجدها الأجهزة والمؤسسات المصرية، وجدتها أن التنظيمات الإرهابية بدأت تتسلح بيها وبدأت تمارسها طفرة كبيرة جدا في الأعداد، في التسليح، في التمويل، في القدرة والمهارات. كنا بنتكلم في هذا التوقيت عن ناس قضوا، العناصر الإرهابية أقصد يعني، قضوا سنوات في جبهات أخرى وخارج مصر وتلقوا تدريبات متفوقة جدا وتدريبات أقرب إلى صناعة مقاتلين في ميليشيات حقيقية. فالأمر كان يتطلب نزول القوات المسلحة على ساحة المجابهة، ونزلت اشتغلت في المناطق أيضا الأكثر وعورة واللي تحتاج إلى نوعية معينة من الأجهزة ومن التسليح ومن المقاتلين المدربين على كده. كده شفنا قوات الصعقة المصرية موجودة، قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة، قوات ذات مهام بعينها. بدأت هذه الوحدات العسكرية انها تنزل، هي اللي عندها القدرات والمهارة وده تدريبها الاساسي، وتمتلك من التسليح ومن التقنيات اللي تخليها تشتغل في مناطق شديدة الصعوبة وشديدة الوعورة. دي الحقيقة ما تملكهاش جهاز الشرطة، او جهاز الشرطة لديه وحدات محدودة لمكافحة الارهاب، هو بالاساس مخصصة للمدن، مخصصة للقرى، للمزارع، لأشياء هو تدرب عليها وقواته متدربة على هذه المسارح من العمليات. لكن ما نتكلم على جبل الحلال، ما نتكلم على الحدود الشرقية، عمليات الضخمة اللي قامت، عمليات كبيرة وساحات عمل واسعة جدا، كان بيتدخل فيها الطيران، كان بيتدخل فيها عمليات استطلاع، زي ما بقول يعني لا داعي لذكر الأسلحة الكتير، لكن مصريين كلهم كانوا فاهمين دوت، وكانت بدأت ربما تخرج في البيانات العسكرية الأخيرة بعض الإفصاح عن يعني قليل من المعلومات، بس كان ليها دلالة الحقيقة. لما نتكلم على القوات البحرية وهي بتشارك في العملية سيناء 2018، قوات الدفاع الجوي، قوات الجوية بأنواع متنوعة من أسرابها ومن تشكيلاتها، الكلام ده كله الحقيقة كان مخصص بشكل رئيسي على مجابهة الأخطار الفائقة والأخطار ذات البعد الأعلى من إمكانيات وزارة الداخلية، واللي بتدور في مسارح عمليات زي ما
يعني كتير تابعناها في المقاطع المصورة. حضرتك بتقولي عليها كنت بتذيع كتير حضرتك أخبار وبيانات رسمية للقوات المسلحة، كنا بنشوف صور للحدود الغربية في مناطق نائية جدا صحيح. جدا صحراوية ومحدش يقدر يخشها، وكنا بنتابع بالصوت والصورة محاولات للتسلل بسيارات دفع رباعي وبأسلحة وبتشكيلات إرهابية كانت بتحاول تخش من الصحراء الغربية، والقوات الجوية كانت بترصدها، وقوات حرس الحدود وغيره، والاستخبارات العسكرية، ويعني منظومة متكاملة كده كانت بتنتهي بلقطة لمدة دقيقة. جهد كبير جدا جدا يستمر ربما لشهور، احنا بنشاهد فيه اللقطة النهائية في 3 أو 4 ثواني من طائرة مصرية من سلاح الجو المصري، وهي تقصف هذه هؤلاء المتسللين أو هذه السيارة أو هذا الهدف. ده كان الشغل الرئيسي الحقيقة للقوات المسلحة. الشرطة دخلت في المرحلة اللي كانت بدأ الداخل يتهدد، وبدأت العاصمة تتهددها بعض من خلايا الإرهاب التابعة للإخوان المسلمين. إخوان المسلمين ما كانوش بعيد الحقيقة عن مشهد الإرهاب، بسرعة جدا انتقلوا بعد 30 يونيو إلى تشكيل مجموعات إرهابية أو تنظيمات إرهابية صريحة، وتابعنا حركة حسم ولواء الثورة، وقبلهم 5 أو 6 تنظيمات استطاع الجهاز الأمني أنه هو يقضي عليهم. كان في التوقيت ده وزارة الداخلية كانت في يعني مهمة، مش عايز أقول أكثر تعقيدا، لكن كانت مهمة ليه أيضا مهمة مكملة لما يحدث. تسمح لي سيادة العميد نتكلم عن هذه المهمة المكملة في داخل المحافظات للشرطة المصرية بعد هذا الفاصل. تفضل. أمنك رسالتنا. جديد أهلا بحضراتكم. ست عميد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتحدث عن الجماعات الإرهابية اللي كانت بتشكل في داخل المدن داخل المحافظات بشكل مباشر وبأخطار مباشرة لو نقدر نقول ذلك. الحقيقة أنه أيضا الشرطة المصرية قامت بعمليات كثيرة في العمق ساعدت بشكل كبير ويمكن استوضح أكثر من حضرتك لتقويض هذه الجماعات الإرهابية والعمليات الإرهابية اللي كانت بتهدد أمن بعض المدن المحافظات في الداخل. الحقيقة دي يعني عايز أقول المهمة الأعقد والأصعب، يعني مهمة ثقيلة جدا أن يشتغل الجهاز الأمني في وزارة الداخلية على محافظات تمتد من الإسكندرية وكفر الشيخ شمالا ربما إلى أقصى الجنوب في الحدود المصرية. لما نتكلم على المحافظات كثيفة السكان، يعني الكتل السكانية الكبيرة لمصر الموجودة في الدلتا بداية ثم امتدادا إلى كل محافظات الصعيد، وفي القلب طبعا القاهرة الكبرى اللي هي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. ما كانش النشاط، وكلنا كنا بنتابع الحقيقة، الزمن مش بعيد قوي اعتقد احنا والسادة المشاهدين وكل المصريين يتذكروا تماما حجم المحاولات اللي كانت بتتم لنقل الإرهاب من الأطراف، من الأقصى الشمال الشرقي اللي موجود في شمال سيناء والحدود الغربية، بيحاول طول الوقت ان هو يصل الى القلب. دي كانت ألقت عبء ثقيل جدا على وزارة الداخلية. اولا هناك تنظيمات تتشكل داخل القلب وهي تنظيمات التابعة للإخوان المسلمين، وايضا تنظيمات من الخارج، بعض من خلايا داعشية، خلايا تبع للقاعدة ما شابه، تحاول التسلل وتحاول الاختراق انها تصل الى هذه الكتل علشان ترتكب عمليات ارهابية. وكانت بالطبع لو نجحت، او لما كانت بتنجح، وبعض العمليات للأسف الشديد نجحت، لان احنا بنتكلم على موجات عاتية جدا ومحاولات بالالاف، مش بالمئات حتى، مجموعة من الخلايا عددها يقارب
مئات الخلايا الإرهابية التابعة لهذه التنظيمات. الجهد الحقيقة اللي يثنى على وزارة الداخلية في الفترة ديت او في عدد السنوات القليل ده ان هي قدرت سريعا جدا جدا رغم ان هذه التنظيمات كلها ما كانش يعني النسبة الغالبة فيها هي حديثة التشكل، يعني ما فيش اي معلومات على الاطلاق، احنا بنتكلم على اشياء كلها مستحدثة، مفيش جهاز امني بيشتغل في هذه المعادلة الصعبة انه يكون بيتعامل مع عناصر تم تشكيلها كانت عناصر بتنتقل من صفوف الاخوان وتدخل النشاط الارهابي من دون اي سوابق قبل كده، ملهاش اي سجلات في الامن، أي سجلات، يعني عناصر جديدة بالزبط. تماما بني ادمين كانوا عايشين طبيعي وسطنا وانضموا او اصبحوا عناصر ارهابية، يعني صعب ان انا اجيبه جدا جدا، وتشكيلات وخلايا جديدة وخلايا تم توجيهها من الخارج، وقيادات هربت بعد فض اعتصام رابعة والنهضة هربت وبقت موجودة خارج البلاد وهي اللي بتتواصل مع الداخل وبتحركهم وبتديهم تكليفات. الحقيقة تاني بنقول النجاح الأبرز لجهاز الشرطة في هذا التوقيت انه اشتغل بسرعة شديدة جدا وقدر يعمل خريطة معلوماتية حقيقية، مع الوقت ابتدى يتحرك وفق هذه وقدر نسيت العميل مع تطور تكنولوجي، يعني ناس يعني العناصر بتتواصل عبر المنصات المختلفة الانترنت جداً. وسباق واضح بين أجهزة الأمن وما بين الإرهاب في العالم كله مش في مصر بس، في مسألة التواصل ورصد هذه الإشكالية والتخطيط، يعني نقطة شديدة الأهمية زي ما بنقول ان هم عناصر جديدة جدا ما فيش اي سابقة خبرات ولا اي سابقة نشاط يجعل الجهاز الامني قادر يوصل او قادر يحدد هؤلاء بشكل سريع، ايضا طفرة تكنولوجية زي ما حضرتك بتسميها وزي ما كل الامنيين والمتابعين كانوا بيسموها ان احنا كنا قصاد جيل جديد من الارهابيين قادر على استخدام والتعامل مع التقنيات التكنولوجية، بل بالعكس يتم تدريبه وتأهيله زي ما هو بيتم تدريبه وتأهيله على صناعة المفخخات وصناعة العبوات الناسفة وغيره من المدربين بتوعه، ايضا بيتم تدريبه على ان هو يكون تقنيا وتكنولوجيا قادر يتعامل مع كل ادوات العصر، لانه هو كمان بيلتف حول كل الاستحكامات الامنيه اللي بتتابعه على مدار الساعه بصوره تكنولوجيه، بيحاول ان هو يستحدث اساليب جديده ومبتكره ونوع جديد خالص من الاتصالات ومن التواصل ما بين قيادات تعيش في الخارج كما أشرنا وما بين عناصر موجودة في الداخل، وطرق جديدة جدا جدا كان بيتم استخدام فيها النساء والفتيات والصبية حديثي السن وأشياء الحقيقة كثيرة جدا، كان فك هذه الشفرات من أنجح ما قامت به وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، هو ده اللي مكنها الحقيقة في العامين الأخيرين العام على وجه التحديد 17 و18 ان احنا بدينا نتابع، وربما هنا نلفت انتباه السادة المشاهدين في ان احنا بدأنا نتابع بيانات تخرج حول ضربات إجهاضية واستباقية، بدأت الأجهزة الأمنية في آخر عامين بقى نتاج الجهد الكبير جدا اللي كان أول 5 سنوات أو أول 4 سنوات يوصل بعد عامين إن إحنا بعد ما كنا بنسمع عن خلية ترتكب عملية إرهابية والأمن يلاحقها ويصل إلى مكانها أو يقبض على بعض منهم أو شبه، لا أصبحنا النهاردة بنتابع زي ظهر اليوم النهاردة بالضبط نفس النمط السيناريو. النهاردة ظهرا كان في بيان من وزارة الداخلية يتحدث عن خلية موجودة في مدينة العبور تم القضاء عليها في اشتباك نيراني، الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بتداهمها. طيب ايه الخلية دي؟ الخلية دي تابعة لأحد التنظيمات لسه وزارة الداخلية لم تفصح عنه، لكن وصلت المكان ده ولم ترتكب اي عمليه ارهابيه. في النقطه دي يا سياده العميد في 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 عمليات فك الخليات، في عمليات القبض على عناصر ارهابيه، كل هذه العمليات اللي بتفك الناس دايما بتسمع عنها وبنسمع عنها بشكل نهائي انه تم رصد وتم القبض وتم قتل و و و ولكن ما نعرفش في كم قطاع ورا ده جوه الداخليه، يعني قد ايه اللي وصلنا لهذه المرحله؟ كتير جدا طبعا، قطاعات كبيره جدا، ربما الامن الوطني في المقدمه لان هو صاحب اليد العليا في صناعه هذه الخريطه المعلوماتيه اللي بنتحدث عنها، من دون المعلومات
تتحرك الأجهزة الأمنية في الظلام، وإحنا جهاز الأمن بتاعنا ما بيتحركش في الظلام. الجهاز بتاعنا بيتحرك وهو عينيه مفتوحة جدا، ويتسمع كل دبة نملة هكذا يستهدف علشان يحقق معادلة أمنية ناجحة. يبقى عينيه مفتوحة جدا جدا وأذانه مفتوحة جدا جدا علشان يقدر يوصل لخلية زي النهاردة وزي نماذج كانت خلال الأسابيع ربما الماضية كانت وتيرتها عالية، إنه يوصل لها قبل ما ترتكب أي أعمال إرهابية. لكن مين بيساعد جهاز الأمن الوطني؟ الحقيقة عدد كبير جدا من قطاعات الأمن وقطاعات الشرطة. نتكلم عن الأمن المركزي، عن المباحث العامة، الأمن العام، يكاد يكون كل الأفرع وكلهم فيما يخصه بتبقى ليهم مجموعة، كلهم كل أفرع وزارة الداخلية كما تتخيلي حضرتك ليهم مهام زي لوحة البازل بتتكون وبتتشكل من مهام صغيرة تتشكل بجوار بعضها البعض تنتج في الآخر مهمة ناجحة يعني يتم الإشادة بيها باسم وزارة الداخلية. لكن هرم كبير جدا جدا بيشتغل جوه من أول السيد الوزير وهو قاعد بيشوف هذه اللوحة من البازل وبيستكمل مشاهدها وبيستكمل معلوماتها وإمتى تكون القوات موجودة في موقع الخلية وتتم المداهمة وتتم القبض عليهم أو الاشتباك معاهم أو ضبط المضبوطات أو غيره، بداية لغاية أول مشهد من هذه المجهودات وإحنا قدام معلومات محدودة وطفيفة. نعم. المواطنين أدلوا بيها، جيران لناس كانوا شافوا مشاهد أو مناظر غير طبيعية، وصول لمعلومة جيدة وصلت إن إحنا نبني شجرة كبيرة جدا من المعلومات ونبدأ نربط بعضها ببعض حتى نصبح في النهاية أمام مشهد يوصف بالنجاح، وإن يبقى الوصول في التوقيت المناسب والمكان المناسب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا كل هذه المعلومات. السيد العميد خالد عكاش الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، سيد العميد بشكرك مرة ثانية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.